بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السادة الحضور، مرحبا بكم في أولى فعاليات أكاديمية نسيج بعد شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك. أعادهم الله عليكم بالخير واليمن والبركات. ندوتنا اليوم تهدف الأساس إلى إثراء المكتبات العربية بإحدى الفلسفات التي أثبتت نجاعتها وحققت نجاحات غير مسبوقة في المكتبات والمؤسسات الأجنبية، وذلك من خلال بناء بيئة عمل محفزة لاستخراج الطاقات الكامنة والإبداعات لدى موظفيها، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة الإنتاجية ومن ثم الوصول إلى معدلات الأداء المستهدفة، ذلك مع تحقيق رضا المستفيدين بطرق إبداعية مبتكرة. موضوع ندوتنا اليوم حول فلسفة السمك (Fish Philosophy)، حيث سيتم تناول ممارسات فلسفة السمك وتطبيقاتها بمختلف المكتبات، سواء على مستوى المكتبة ككل أو إدارة معينة بداخلها، ثم قياس العائد المحقق من تطبيقها باستخدام معايير وأدوات قياس كمية متسمة بالموضوعية. كما سيتم عرض تجارب لبعض المكتبات الأجنبية التي طبقت الفلسفة، ومن ثم الإشارة إلى النجاحات المحققة، مع تقديم عرض تفصيلي لإطار عمل المقترح لتطبيق فلسفة السمك في المكتبات العربية. محدثانا اليوم الأستاذ الدكتور عبد الله حسين متولي، المشرف العام على أكاديمية نسيج، وهو أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة، عمل أستاذا زائرا بمدرسة المكتبات وعلم المعلومات بجامعة شمال كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولديه العديد من الأعمال المنشورة في مجالات منها التخطيط الاستراتيجي، تطبيقات الحياة الثانية، العلاج بالقراءة وإدارة المعرفة. شارك بورقات عمل بحثية في العديد من الملتقيات المهنية والمؤتمرات الدولية والإقليمية، منها مؤتمرات جمعية المكتبات المتخصصة SLA ومؤتمرات الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات أفلي. ومعنا أيضا الأستاذ مصطفى محمد تهامي، نائب مدير فرع الزيتون بمكتبة مصر العامة ومدير برنامج الشبكة الدولية لقادة المكتبات المبدعين الناشئين في مصر. شارك في إعداد بعض المراجع المهنية، منها مؤشرات إعلام لقياس أداء المكتبات، وكذلك دليل إعلام لاعتماد برامج التدريب في المكتبات والمعلومات. كما شارك بعدد من البرامج المهنية التخصصية كبرنامج الزائر الدولي لزيارة المكتبات الأمريكية عام 2014، وبرنامج الشبكة الدولية لقادة المكتبات المبدعين الناشئين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة من 2015 حتى 2017. وأيضاً شارك في مبادرة المبدعين الناشئين الأفارقة إيالي عام 2018، وشارك كذلك بورقات عمل بحثية في عدد من الملتقيات المهنية والمؤتمرات الدولية والإقليمية مثل LALA، أفلي وإفلا والاتحاد الإفريقي للمكتبات والمعلومات. السادة الحضور، نسعد بمتابعتكم وتفاعلاتكم مع موضوع ندوتنا اليوم من خلال تسجيل تعليقاتكم عبر صندوق الدردشة الشات، وننوه بضرورة تسجيل الاستفسارات والتساؤلات عبر صندوق الأسئلة والأجوبة Q&A، والتي سوف يتم الإجابة عليها بعد انتهاء العرض التقديمي إن شاء الله. والآن فليتفضل السادة المتحدثون. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أستاذ سعيد، وأرحب مرة أخرى بالسادة الحضور وأؤكد على أهمية الحصول على تفاعل من جانبكم في موضوع هذه الندوة كما عهدنا في فعاليات وملتقيات أكاديمية نسيج، لأن الإثراء الأساسي في أي موضوع يتم عرضه هو ما يثير من أفكار وتساؤلات لدى الحضور، وبالتالي تحقيق المنفعة المتبادلة. موضوع ندوتنا اليوم هو حول إحدى الفلسفات القديمة المستجدة إنجاز التعبير، لأنها ترتبط ب توجهات ومقاربات تحفيزي بيئات العمل، والتي تم التفكير فيها من جانبي ومن جانب زميل عزيز الأستاذ مصطفى فيما يتعلق بإمكانية تطبيقها في مجال المكتبة. وكمبادرة للإحماء المعرفي لهذه الندوة، سوف أطلب من حضراتكم كل الحضور معنا أن يقوم بالرد سواء من خلال الضغط على حرف الواي أو من خلال ضغط على حرف الإن فيما يتعلق بسماعه أو تلقيه معلومات سابقة حول موضوع ندوتنا وهو فلسفة السمك، حتى يساعدنا هذا في أقلمة ما سوف نتحدث عنه بناء على الزخم الأكبر من الحضور.
فأنا أستأذنكم في صندوق الشات أو الدردشة، كل شخص بس يضغط على الحرف المقابل لمعرفته بكل أريحية، لأن هذا سوف يساعد كثيراً علي، ونحن نتابعه من جانبنا بحيث نحن نشوف نشاف طبعاً في كثير من الناس بتقول إن في مقابل يس، فده أتصور مؤشر جيد. وطبعا لو نسبه اليس اكتر فممكن انا والاستاذ مصطفى يعني نقول كفايه، طب ما فيش داعي نقدم لانه، لكن طبعا بالعكس انا بتصور تبادل الاراء خلال الدقيقه دي، اتصور احنا بدا نشوف الاتجاه فعلا ان هناك في تباين ما بين المعرفه، الغالبيه طبعا في غالبيه كثيره جدا حريص على معرفه هذه. موضوع فلسفه السمك انا اتصور افضل بدايه له هو ان زي ما يسموه كده نتابع مقطع فيديو صغير مقتطع من مسرحية الحسين الثائرة لعبد الرحمن الشرقاوي يتحدث عن نواة أو نقطة الانطلاق لهذه الفلسفة. جوهر الكلمة سيدنا الحسين بيرد ويقول كبرت الكلمة وهل البيعة إلا كلمة؟ ما دين المرء سوى كلمة؟ ما شرف الرجل سوى كلمة؟ ما شرف الله سوى كلمة؟ أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها الليل البشري، يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان، الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فساروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة. كما رأينا من يعني قدر يتابع أن هدف المقطع ده أنه يتمحور حول جوهر فلسفة السمك، أن فلسفة السمك تقوم على الكلمة وتقوم على الفعل أيضا، وبالتالي إن الكلمة مسؤولية هي التي ننطلق منها لموضوع ندوتنا. وسوف نتحدث في هذه الندوة حول هذه الفلسفة من حيث التعريف بها وتبيان مزاياها، وخاصة مع التركيز على فلسفة السمك من حيث التطبيق في مجال المكتبات. وندعي أنا وزميلي الأستاذ مصطفى أن من خلال مراجعة الإنتاج الفكري ليس هناك كثير، بل هناك ندرة كبيرة جدا في الكتابة عنها بشكل عام، والكتابة في العالم العربي على وجه الخصوص، رغم أنها أثبتت نجاحتها ونجاعة هذه الفلسفة في قطاعات مختلفة كما سوف نعرض. أيضا سوف نتكلم عن الممارسات الأربع الأساسية لهذه الفلسفة، وكيف أنها إلى حد كبير تتلون بتلون التخصص حتى ولو كانت في نفس قطاع المكتبات، ولكن تتناول من مكتبة إلى أخرى حتى في نفس النوعية، إذا كنا نتحدث عن المكتبات الأكاديمية أو المتخصصة أو حتى المكتبات العامة. ثم سوف نعرج على معوقات التطبيق خاصة في بيئتنا العربية مع استعراض عدد من النتائج، ثم نخلص إلى الزبدة التي نطرحها بناء على الجهد البحثي الذي قمنا به، هو وضع إطار عمل لتطبيق هذه الفلسفة، كيف يمكننا أن نطبقها وما هي ضوابط هذا التطبيق في المكتبات العربية. ببساطة شديدة إذا أردنا تعريف فلسفة السمك ويوجد لها تعريفات كثيرة، لن نجد أفضل من الأب روحي لهذه الفلسفة
وهو جون كريستنسن، وهو الشخص الذي بالفعل فكر في الجانب العملي الذي تم في هذه الفلسفة وجذورها، ثم بدأ يفكر فيها. فلنستمع إليه قليلا، سوف أعقب على الفيديو الخاص به أيضا ويحدثنا كيف وجد هذه الفلسفة. وقبل أن نتحدث سوف نشوف هذا الصوت. Pike Place Fish Market, you'll see lots of flying fish. But we saw more. Great customer service, teamwork, energy, and results. So how can you bring this kind of energy to your organization? The answers are in Fish, the most watched training video in the world. The Fish philosophy is a fresh, powerful training solution. It has four easy-to-use practices. They help you create an environment where people love to come to work. One fish flying to Deborah. One fish flying. And so Fish really lights people's hearts on fire. It helps them understand, hey, it's up to me. And then it shows them a very simple, predictable pathway. So we all need ways to get pumped up and get remotivated and refocused on what it means to really work together. Checking bags. How you doing, sir? Nearly every industry uses the Fish philosophy to deliver amazing customer service. How's it going? Improve teamwork and trust. The more we incorporate the Fish philosophy in what we do, the better job we do and the better our patients do. It has absolutely transformed the climate of our school. Our discipline problems have gone down dramatically. Businesses that I see use Fish invariably end up the first choice, not just for the customers that they serve, but for people who want to work there. You build great environments where people want to come to work and where people say, that's the business that I want to do business with. Contact us to learn how the Fish philosophy will help you. زي ما احنا شفنا ان بدايات الفلسفة دي كانت تمارس في سوق السمك بجادة في ولاية سياتل الامريكية. والاب الروحي لهذه الفلسفة زي ما قول كان بيتجول فيها كما نرى، وبدأ يتحمس وبدأ يعرف ان هناك شيء ما مش مجرد تقاذف السمك من أجل طرح متعة وحماسة، ولكن هناك عمل جماعي، فريق عمل، وهناك فلسفة بالفعل وممارسات تتم فيها. وبالتالي نستطيع أن نعرف بإيجاز فلسفة السمك بأنها فنية زي ما شوف تستهدف فعلا إطفاء جو من الحماسة والمرح، ومع الوقت نفسه أو في الوقت نفسه إنجاز المهام وإزكاء روح الشغف لدى من يعملون والتيم ورك بالأساس. وعلى هذا الأساس نجد أن هناك ممارسات أربع تتم من خلال هذه الفلسفة، وسوف نتحدث عنها بشكل تفصيلي لاحقا. أولى هذه الفلسفات لها be there أو كن هناك، play أو العب، اجعل يومهم أو make there day، ثم اختر موقفك السلوكي أو choose your attitude، وجميعها تستوجب العمل المستمر والخبرة وهي ليست اعتباطية. عشان كذا السلوجن أو الشعار الخاص بالفلسفة هو catch the energy release the potential، أو التقط الطاقة وإطلق القدرات الكامنة لديك ولدى الفريق. زي ما أنا تكلمت عنه أن جون كريستنسن وده مخرج أفلام وثائقية كان بيتجول بالفعل وبدأ يبدأ يشوف ما وراء هذا، ولأن الموضوع مش مجرد تطاير زي ما تكلمت كده هو أسماك، ولكن بالفعل هناك قدر. حتى بيحكي في الفيديو بتاعه أنه بيقول أنه لما كان بيتكلم مع حد من التجار كان بيسأله بيقول له يعني ايه ده اللي انتوا بتعملوه، فبيقول له انت تناولت الغداء الخاص بي، فقال له ايوه، قال له طب الراجل اللي قدم لك الغداء هل سلم عليك وسألك عن صحتك ولا مجرد اخذ الطلب؟ فقال له لا سألني، قال له بالظبط هي دي الجوهر، ان انا ابقى انجيجد في العمل بتاعي، ان انا ابقى منخرط بكل كياني فيما اقوم به العمل، وايضا ليس بشكل انفرادي ولكن ايضا معي الفريق، وبالتالي كل يوم تظهر فيه الشمس يكون هو يوم أنا حريص على أذهب إلى عملي وأجدد، خاصة إذا كان هذا العمل عمل روتيني أو عمل زي ما يسموها كده
تصف بالقدر من التكرارية. وأعتقد أن نحن في المكتبات لدينا بعض الأعمال التي تتصف بهذه الجزئية بعيداً عن الانخراط مع المستفيد التي تتجدد بشكل أو آخر. وبالتالي عندما نتحدث عن هذه الفلسفة ينبغي أن نعدد مزاياها، وسوف أطرح أول هذه المزايا باعتبار أنها الميزة أو المزية الأكثر، وهي خلق بيئة صحية جذابة ومحفزة في نفس الوقت، بحيث أن المعاملين أو الموظفين أو أي فريق عمل يجد أنه دائما حريص على أن أنا أتواجد وأذهب إلى عملي في كل يوم، وأنا حريص على أن أتواجد، وبالتالي بناء اللويالتي والاستبقاء والعمل داخل هذا المكان. ثم أنقل الحديث إلى زميل الصدفة حتى يستكمل المزايا ثم يعرج على الممارسات. شكرا دكتور عبد الله. بالإضافة إلى خلق بيئة صحية جذابة ومحفزة في بيئة العمل، يمكن كل المؤسسات اللي طبقت الفلسفة السمك والشركات اللي طبقتها حققت مستين كبار جدا، اللي هي الريتينشن للموظفين الموجودين في الشركة أو المؤسسة، اللي هو الإبقاء على الموظفين خاصة ذوي الخبرة منهم، لأن هم يعتبر مفاتيح الشغل في العمل في المؤسسة موجودة معهم، يقدروا ينقلوا يحتووا المواقف والمشكلات اللي ممكن تطرأ في العمل، ممكن ينقلوا الخبرة للموظفين الجدد وينقلوا فلسفة المكان، بل إن منهم ممكن يشتغل بوظيفة المينتورشيب للمديرين الجدد اللي في المكتبة اللي في المؤسسة. ومن المزايا الثانية المهمة جدا اللي تم اللي تحققت في المؤسسات اللي طبقت الفلسفة اللي هي البرين اوت للموظفين، او الاحتراق الداخلي او الخارجي او الاحتراق النفسي، وخاصه للستاف المسؤولين عن تقديم الخدمه اللي هو الفرونت ديسك. ويمكن احنا في المجال تخصص المكتبين احنا مجالنا في الاساس قائم على تقديم الخدمه لليوزر، فبالتالي احنا برضه من التخصصات اللي معرضين للاحتراق، فبالتالي تطبيق فلسفه من الفلسفات المفيده في بيئه العمل في المكتبات. ويمكن جوهر الفلسفة زي ما تفضل الدكتور عبد الله هو خلق بيئة من السعادة والمرح والتحفيز داخل بيئة العمل، وبالتأكيد ده هيؤدي إلى يكون في روح تعاون وفي روح فريق العمل موجودة بين الموظفين، وده يمكن بيؤدي لتسريع وتسهيل وجودة المنتج والخدمة المقدمة، وبالتأكيد ده بينعكس على أيضا المستفيدين اللي بدوره بيحقق المستهدفات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة أو المكتبة، بالتالي ده بيقدم دعم بشكل مباشر للإدارة إدارة المؤسسة. بعد المزايا دلوقتي في، وده فعلا اللي حصل، المزايا اللي اتكلمنا فيها بالفعل حصل بشكل فعلي في كل المؤسسات تقريبا اللي طبقت في فلسفة السنة. يعني مثلا عندنا في مستشفى أمريكية، مستشفى خاص لكنها غير هدف الربح، مستشفى أطفال اسمها رانكين جوردن بيتياتريك هوسبيتال في أمريكا، متخصصة في إعادة تأهيل الأطفال اللي عندهم إعاقة حركية واللي عندهم اللي حصل إصابة مثلا في ناتج حادث أو حاجة زي كده. المستشفى بيتياتريك هوسبيتال في أمريكا لما طبقت الفلسفة أخذوا التوجه إن هم يقدموا خدمة مميزة جدا للمرضى، بحيث إن يكون في رعاية طبية كويسة جدا متميزة جدا، وفي نفس الوقت في دعم نفسي كويس للمرضى والأسر وأسرهم في المستشفى. فبالتالي أخذوا أربع بنايات على الأنف اللوبي خاص في المستشفى، فريق الطب بالكامل وفريق التمريض تم تقسيمه إلى أربع مجموعات، كل فريق تم تدريبه على فلسفة من فلسفات ممارسة من ممارسات الفلسفة الأربعة اللي دكتور عبد الله فضل وذكرهم. تم تقديم الخدمة بشكل مميز بحيث إن الأطباء نفسهم وفريق التمريض يتبادلوا عبوات الشكر والتقدير، يكون في خدمة لليوزر بشكل فيه فاني، وبالتالي ده بيحقق دعم نفسي كويس للمرضى. ناتج عملية تطبيق الممارسة الفلسفة في المستشفى كان نسبة رضا المستفيدين تجاوزت 95%، ونسبة الريتينشن البقاء على الموظفين أو فريق الطبي تجاوزت 97%، وطبعاً ده نسبة كبيرة جداً. لو جينا في الشرق الأوسط عندنا في حديقة وايلد وادي في على شواطئ الجمارة دبي، طبقت الفلسفة على الموظفين الجدد اللي بيشتغلوا في اللي بيجوا جداد على الشركة، اتدربوا على الأربع مميزات، وبعدين بينزلوا يشتغلوا 3 شهور تحت إشراف مباشر من المدير العام للحديقة بنفسه،
وكان من بحيث ان هو يضمن حاجتين، يضمن اندماج المجتمعي للموظف الجديد مع الستاف اللي شغال في المؤسسه او في الشركه، وفي نفس الوقت يقدم الخدمه لليوزر بشكل دقيق وبشكل سريع وبشكل فيه بهجه او فيه فن. وكان الناتج الملموس لتطبيق الفلسفه هو كان حصول الحديقه على جائزه سويم اورد اللي هي اخذتها سنه 2004 من الجمعيه العالميه للالعاب المائيه، واللي قدام حضراتكم على الشاشه على ناحيه الشمال ده الشهاده التقدير او التكست الخاص بالتقدير. في شركات تانية كتير طبقت الفلسفه، منها شركه سبرنت اللي شركه اتصالات طبقت اخذت ممارسه واحده من المؤسسات الاربعه اللي هي بلاي وطبقتها في الشركه، واخدوا سلوجان ليهم عملوا شعار ليهم، وبعديه عملوا اكتر من مبادره اللي هي بلاي تو ميك جوب مور فان. اخذوا الممارسه دي وطبقوها على مدى 4 سنين واختاروا عدد من الاغنيات اشتهر في مكاتب العمل للموظفين. كان نتيجه عمليه التطبيق على مدى اللي استمرت على مدى 4 سنين ان جوده الخدمات زادت الانتاجيه بنسبه اكتر من 20%، ونسبة الإبقاء على الموظفين ارتفع بنسبة 25%. ومن ناحية تانية الشركة اللي هي تايل تيك دي شركة إنشاءات طبقت الفلسفة بهدف تدريب العاملين على التصرف السيء لو في حالات إصابة واتخاذ التدابير البديلة وحالات الأمن والسلامة المهنية. وكان ناتج عملية تطبيق الفلسفة تخفيض معدل الإصابة بنسبة 50%، وفي أكثر من مؤسسة تانية طبقت الفلسفة زي مثلا المستشفى الأمريكي في الإمارات وساوث ويست إيرلاين اللي طبقوا الفلسفة من خلال تدريب الموظفين الفرنت لاين على الخدمة خدمات المستفيدين، وكان من نتيجتها كان تحسين الخدمات المقدمة بشكل ملموس جدا. إذا انتقلنا إلى التطبيق في المكتبات، فبالتأكيد المكتبات الأمريكية هي تصديت التطبيق بحكم طبيعة نشأة الفلسفة في الأساس من جون كريستينسن في أمريكا. فنلاقي مكتبتين من مكتبات القبائل جدا الأكاديميين في أمريكا، جورج ماثرز لايبرري في جامعة فلوريدا من أكبر المكتبات الأكاديمية، وجامعة براون مكتبات جامعة براون. المكتبتين طبقوا الفلسفة بهدف تطبيق فلسفة السمك وتطبيق مبدأ بيكلز برينسبل. طبقوا الفلسفة والمبدأ بحيث إن هم يقارنوا أي منهما الفلسفة أو المبدأ ممكن نستمر عليهم بعد كده. طبعا الفلسفة السمك هدفها الاساسي تقديم بيئه عمل محفزه جدا وفي جو من البهجه والسعاده في تقديم اثناء تقديم الخدمه، سواء ما بين الستاف او ما بين اليوزر والستاف. مبدا بيكو في الاساس هو قايم على اشباع حاجات المستفيدين وتحقيق رضا المستفيدين بشكل مميز جدا جدا جدا. فكان ناتج التطبيق ببساطة ان هما كان اختاروا ان هما يحصل تكامل ما بين مبدأ بيكو وفلسفة السمك، واستمروا على كده فترة لحد قريب جدا. في مكتبات تانية زي مكتبة مقاطعة هاريس مكتبة عامة كانت في, 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 في اطار تطوير المكتبة، كان عندهم مشروع تطوير المكتبة، فاختاروا ان هما يدربوا الستاف على تقديم الخدمة في الانفورميشن ديسك بشكل مميز. اختاروا فلسفة السمك، وبالفعل بعد تطبيق الفلسفة كان ناتج رضا المستفيدين كان ارتفع بشكل ملحوظ جدا. إذا حبينا نطبق الفلسفة في البيئة العربية ضروري نحط في اعتبارنا عدد من الضوابط والتحديات اللي ضروري إن احنا ناخدها في اعتبارنا. أولهم إن احنا ضروري يكون في تدريب وتهيئة للستاف اللي هيشتغل ولا شايف عملية التطبيق لأنها فلسفة جديدة على بيئتنا، وضروري يكون في دعم من الإدارة، وإن كانت الإدارة هي أكثر حد هيجني ثمار تطبيق الفلسفة إلا إن ضروري يكون في أبروف منهم بشكل مباشر قبل عملية التطبيق ودعم كامل. ضروري جدا يكون في تحديد الأنماط الشخصية والتوجهات الخاصة، لأن مش كل فرد هيقدر يشارك في الأربع ممارسات للفلسفة، فبالتالي ضروري تحديد أنماط الشخصية وتسكين كل فرد من أفراد الفريق العمل المشاركين في الممارسة اللي هو هيقدر يقدم فيها أقصى طاقته.
ضروري جدا قبل ما نبدا في تطبيق الفلسفه نحدد الادوات اللي هنقيس بها الناتج التطبيق، لان كويس جدا يعني كويس ان يتم التطبيق، لكن كويس جدا او الافضل او الشغل المعياري والمنهجي ان احنا نقيس عمليه التقييم. اوكي هي كانت كويسه بنسبه قد كده من جانب تطبيق، من جانب رضا المستفيدين. الممارسات الاربعه للفلسفه الدكتور عبد الله تفضل بيهم معنا الفيديو، هيعرض لنا ايه هم الممارسات الاربعه، وبعديها هنتطرق للممارسات بنفسها بشيء من التركيز. Welcome to another Rapid Results Rapid Refresher. This topic, fish philosophy. Thanks to Seattle's Pike Place Fish Market and a man named John Christensen, we can adopt a positive workplace culture called the fish philosophy. The basics of this philosophy is that each member of staff can contribute to an exceptional workplace by doing four things. Choose your attitude. Each person, including you, can choose their attitude for the day regardless of the conditions around you. Choose to be positive. Be present mentally and physically. Don't just turn up for work, but mentally focus on the task and those around you. Have fun. Whatever your work entails, find ways to make it fun. You spend a lot of time there, so it helps to enjoy it. Don't just do shared lunches, but actually fun things doing your job. Make their day. Look for ways to help your team members, staff, and customers be given a wonderful experience. Do what you can to really make their day. So remember these four points to create a more positive and fun culture in your workplace, and you'll see your customer satisfaction and your own satisfaction levels take off. هدف الفيديو ان هو يعرض لنا الاربع مميزات اللي هو be fair, have fun, choose your attitude, and الفلسفه الممارسه الرابعه make their day. اذا بصينا على الممارستين الاولانيين اللي هي be fair او كون هناك، فده النص الخاص بالممارسه عندما يحتاجك الناس فانهم يحتاجونك كلك، فاحرص على ان تكون موجودا بكل كيانك وجارك. باختصار اليوزر بيجي بيتواجد في المكتبة عشان يحصل على خدمة معينة، ممكن يحصلها من سي من الستاف أو صاد، أو ممكن يحصل على الخدمة من مكتبة تانية. الحقيقة إن اليوزر بيكون متواجد في المكتبة محتاج أكتر الاهتمام من جانب الفريق العمل في المكتبة، ويمكن دوت هو اللي بيعمق العلاقات ما بين المكتبة وما بين اليوزر، وهو الاهتمام والتركيز مع اليوزر هو اللي بيربط اليوزر بالمكتبه بمكتبه معينه، وبيخليه بيكون سبب ان هو يتواجد فيها، او هي بتكون الاختيار الاول ليه لما يحتاج اي خدمه في اي خدمه مكتبيه. اوكي، فبالتالي الاهتمام الكامل والتركيز الكامل من جانب الستاف لليوزر فهو الشيء الحقيقي اللي بيربط الستاف اللي بيربط اليوزر بالمكتبه وبالفريق العمل الموجود في المكتبه. ويمكن الكاريكاتير اللي ظايع عند حضراتكم على الشاشه بيقول لحضرتك be there or be square، يا اما تكون موجود معانا بكل تركيزك بكل اهتمامك بكل طاقتك للمكان ولليوزر، لان احنا في الاساس المكتبه قائمه على تقديم الخدمه للمجتمع وللجمهور، أو or be square إما يكون في isolated أو منعزل شوية عن الفريق العمل. لكن في نفس الوقت ضروري إن إحنا يعني أوكي هنهتم بكل تركيزنا باليوزر وبالعلاقات الإنسانية معاه وبالعلاقات والتودد أثناء تقديم الخدمة، لكن ضروري جدا إن إحنا نشتغل بالمبدأ stop and smell the roses، اللي هو اوكي اهتميت بيه، لكن ضروري ان احنا نراجع نفسنا نشوف هل هو اتحصل على الخدمه اللي هو جاي عشان ياخد دي المكتبه عشان ياخدها ولا لا، لان ده المحور. اذا لقى اهتمام كامل مننا وارتباط وتودد ولطف، ومع ذلك ما اخدش الخدمه اللي هو المفروض ان هو يتحصل عليها، ببساطه ممكن ما يجيش المكتبه بعد كده. الممارسه الثانيه اللي هي العب او اللي هي هاف فن او بلاي زي ما تعرض من شويه في الفيديو، بالتاكيد اللعب هنا مش المقصود به اللي هو اللعب اللي هو خارج اللي هو نقيض للعمل، ولكن هو المقصود به ان هو تقديم الخدمه وتقديم المساعده للمستفيدين بشيء من اللين والتعاطف، ويكون في تلقائيه في تقديم الخدمه. وبالتالي ضروري جدا تاني نرجع لنقطه تحديد انماط الشخصيه وتوزيعهم حسب الممارسه، ان مش كل نمط شخصيه هينفع في الممارسات الاربعه.
فبالتالي اذا انتقلنا للشريحه اللي بعد كده هنلاقي ان ان اللايك هو مماسه ذهنيه او نشاط ذهني بيدخل في الموظف، بيكون سبب بيستثير الطاقه الايجابيه اللي فيه بشكل متجدد. وهنا يظهر السؤال اللي مطروح لحضراتكم كمان لينا كلنا كمكتبيين: Does having fun at work make you and your colleague more productive؟ هل الفن في بيئة العمل عندنا في المكتبات بيجعل مننا هل productive أعلى، إنتاجية أعلى، خدمة المستفيدين أعلى؟ بالتأكيد لما يكون في حالة من الطاقة الإيجابية في المكان أو اللعب أو الفن في المكان، فبالتالي ده بينعكس على الستاف بالسعادة، ويكون في تودد وفي حميمية أكتر ما بين الستاف وبعضهم وبين الستاف أثناء تقديم الخدمة. وده بالتأكيد بيؤدي إلى إن إحنا إنجاز العمل بشكل أسهل وبشكل دقيق، وده في حد ذاته بينعكس على إرضاء المستفيدين. ودايما اليوزر أو الستاف اللي عنده الحس ده من السعادة ومن المتعة أثناء العمل دايما بيكون عنده استثارة للحلول الإبداعية والأفكار الإبداعية اللي تقدر تفيد بيئة العمل في المكتبة، وتقدر تحقق رضا المستفيدين بشكل ملحوظ جدا. ويمكن دول يكون هناك ويلعب المؤسستين الأولين في من المؤسسات الأربعة، والمؤسستين التانيين دكتور عبد الله هيتفضل بعرضهم. اتفضل يا دكتور. يمكن زي ما تكلمنا في البداية على فكرة الممارسة دي أو الفلسفة، طبعا كلمة فلسفة أحيانا تعطي يعني ثقل للكلمة بدرجة كبيرة، ولكن هي فلسفة بمعنى أن وراءها غرض، وراءها غاية، وبالتالي فلسفة لأنها يمكن أن تعمم في فريق العمل وكل يمارسها وهو مستوعبها ومتشربها بأسلوبه الخاص. يعني احنا لا نستطيع نحن نقول طريقة اللعبة هتبقى هي واحدة، ولكنها تنبع من الثقافة الشائعة في المكتبة. كن متواجدا أو كن يعني هناك أو تواجد هناك، أو يجب أن يكون لك وجود دائم، أي أن يبقى فيه حضور، يعني حس المستفيد أن أنت لما تيجي تدي له الخدمة أنت بالفعل بكل كيانك كنت بتقدمه الخدمة في المكتبة، مش مجرد بترد على الاستفسار وخلاص، بالعكس أنت بتلاحظه، بتبص على الكتاب اللي أنت اديته له، هل فعلا اطلع عليه وحس لبى احتياجات، ولا مجرد أنت أديت وظيفتك واديت له كتاب وكده انتهى الموضوع. إذا أن تكون موجود هناك أي أن تكون دائما حاضر. إزاي؟ حاضر فيزيكالي وحاضر منتلي، حاضر بوجود فيزيائي وأيضا ذهني. وحتى فكرة اللعب نفسها هي لكسر الروتين وكسرها، نحس أن كل شخص يبقاش مستيقظ تاني يوم وهو عنده عبء نفسي، انا هروح المكتبه واشتغل او هروح شغلي بتاعك، هقابل زميلي اللي دايما ببولينج او يتنمر عليا، او مديري اللي دايما يديني اعباء ذهنيه. لا انت بتستطيع ببناء هذه الفلسفه، وهي ليست توحدات اتجاه بالمناسبه، المؤسسه كامله تتعامل، يبقى المدير عارف انه ممكن يعمل عبء نفسي على الموظف، الموظف ممكن يبقى هو حجر عثرة في تدفق سير الأعمال من المدير لي أو لزملائه. إذن هي القضية، عشان كده بقول دي فلسفة، فلسفة تتبناها المكتبة ككل. بعد أن حدث هذا التواجد ثم حدث اللعب، أيضا ينبغي أن يكون هذا ناتجه في الممارسة اللي هي اجعل يومهم أفضل، أو زي ما يقول في الثقافة الأمريكية make their day أو make their day better في الممارسة اللي يتم. وده بيرتبط بممارسة أو يعني approaches أو اتجاهات كثيرة جدا. لما انت بتصبح على زميلك، لما انت بتقول كلمه شكرا باسمها اللي بيسموها الماجيك ووردز، شكرا وام ستوري، الكلمات اللي احنا بيحث حتى الدين الاسلامي عليها والديانات مختلفه، يعني فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني انت بتحاول دائما تكون هين لين متسامح مع الشخص، وفي المقابل بتتقبل ده من الاخرين او الاخر بيتقبل، فانت بتحش في بيس يعني في سلام متعب. وبالتالي بتلاقي الشخص نفسه اللي معاك زميلك بيبقى جاي وهو نفسه منفتحة على العمل، وده بينعكس على الإنتاجية وعلى تدفق سير العمل أيضا مع المستفيد. يعني دائما ربنا يقول إن المستفيد دائما أنت دائما أترك أثر إيجابي عنده، وهو يتذكر يقول مثلا الأمين المكتبة دوت أنا فاكر لما جيت له قد إيه، هو لما كنت بعمل الماجستير على سبيل المثال كان بيقول لي إيه ده وأنت لسه ما خلصتش الدكتوراه، رغم أنه عارف إن أنا كنت بشتغل في الماجستير، ولكن بيديني كلمة تعكس اهتمامه بيا وان هو فعلا بيؤمل فيه ان انا ممكن اخلص دكتوراه وكمان بيتمنى لي الخير. اذا الاشياء الصغيره دي هي اجعل يومهم افضل، وهي ليست غريبه عن ثقافتنا، ولكن
حتى في المثل الدارج عندنا في مصر يقول لك لقيني ولا تغديني. المقابله والترحاب بيعكس كثير جدا من ان اليوم كله بيمشي بشكل ايجابي. اذا هذه الممارسه ايضا وزي ما هنشوف بعد كده احنا بنتكلم في اطار عمل، يعني ما نتحدث عنه ليس في المطلق ولا مجرد ألفاظ تطلق دون أن يكون هناك لها أثر ووقع وجذور في النفس. نحن نتعامل على الفلسفة أي أنها تحت جلد العاملين في المكتبة، بيعيشوها بيمارسوها، وليس فقط بتحط شعار للمكتبة وبتحلق على الحيطة أو الموظف بيكتبها في التقرير الخاص به، هي ممارسة. أشكروا دي ممارسات أو مبادئ. وحتى يكون هناك إمكانية لميك ذير داي، سيشوف في كتابات كثيرة جدا حول هذا الموضوع ومؤلفات عشان تجعل يوم أفضل، هي أن أنت بالفعل تبني ثقافة داخل المجتمع في التعامل أن كل شخص يبذل أقصى ما في وسعه حتى يلطف الجو ويلطف اليوم ويجعل اليوم أكثر إنتاجية فيه، سواء كان على مستوى الزملاء والعمل ككل أو على مستوى المستفيدين فيه. وده يتطلب مجموعة من العناصر، فكرة أن أنا بجعل يوم أفضل زي بقول ببني لحظات فارقة إيجابية يتذكرها الشخص على مدى بعيد، وحتى لما يرجع يقعد يدور في وجوه ومناء المكتبة يدور على أمين المكتبة الذي فعلا بيحس بيه ود ويحس ان هو يتحمله، حتى لما يجي يقول معلش انا بسألك أسئلة كده بيقول لا بالعكس ده شغلي. كلمات صغيرة زي كده بتعكس ايه، في حين ان انت ممكن تقول خير ايه تاني في اي أسئلة اخرى، او يقدر يرزع، او لما يجي يقفل المكتبة مثلا تلاقي الباب مش عارف يتعمل ازاي. اذا في بعض الممارسات هي النقيض تماما او على الطرف النقيض من فكرة يجعل يومهم افضل، بالاضافه الى فكره ان الواحد يبقى مشاعره جينون او صادقه حقيقيه، يعني ما تفتعلش، لان كل شخص بيبقى عارف الشخص الاخر فعلا. انا بقول اه طب تؤمر، وانا في نفسيتي اقول يا رب يخلص يا رب ما يسالنيش تاني، وبين الشخص فعلا حريص وبيحس ان ده اضافه ونجاح بالنسبه له لاي انجاز بيبدا يعمل. فزي ما بقول نماذج كثيره موجوده هنا، فتح الباب، الابتسام، حتى احنا عندنا حديث يعني تبسمك في وجه اخيك يعني ده صدقه. اذا كثير من الثقافه والعمق الديني هو بالضبط اللي جت الفلسفة دي تكثفه وتخليه ممارسة يومية في المكتبة. ويمكن طلب نتكلم على الإشادة، يمكن أنا هعارج على جزئية أدعي إن الحمد لله كثير من الأفكار كانت بتراودني ولو شاء الله وصفها في هذه الجزئية في الموظفين نفسهم. يعني كثير جدا من مدراء في المكتبات يقول لك أنا في بعض الموظفين لو أنا شجعته زيادة عن اللزوم مش هيشتغل وهيقعد بقى ويريح، في مقابل إن موظف تاني ده ما تشجعش فبالتالي يحبط، يقول لك فبالتالي قدرنا ان احنا نصنف نوعين اساسيين في الموظفين فيما يتعلق بالاشاده عشان اجعل يوم افضل. ان عندي الموظف اللي احنا ممكن نسميه الحاوي، والحاوي ده اللي هو مش وليد سليمان بتاع النادي الاهلي، انما الحاوي اقصد بيه اللي هو السحر اللي موجود في الطرقات او في السرير، وده بتلاقيه مثلا مش عارف ينفخ النار من بقه او يعمل العاب سحريه خطره او ينام على مش عارف السيوف او كده. فالموظف الحاوي ده هو الموظف اللي بيقتات على التشجيع، ان انت كل ما تديله عمل بذله ايا كان قليل او كبير ولكن بتديله تشجيع بدوز معينه بجرعه معينه بتلاقيه بيتفانى في العمل بتاعه، وبالتالي يجعل يومهم افضل. لما انت تقول ما شاء الله لا والله ما لا انا بصراحه ربنا يبارك فيه، فده مهم جدا بالنسبه له فكره التدعيم حتى لو كان تدعيم متقطع. في مقابل ان في الموظف الاخر، عشان كده بنقول فكره الحاوي، ان الحاوي ده لما تلاقي الناس حواليه بيسقفوا له بيعمل العاب افضل وبيطلع يعمل مزيد من الالعاب الخطره. في المقابل عندنا موظف اخر اللي احنا بنسميه موظف البالون، اللي احنا عندنا الحاوي لما بتشجعه بيدي انتاجيه اكبر، وعندنا في المقابل موظف البالون اللي هو زي البالون بالظبط، لو نفخت فيه وحتى ولو بكلمه كويسه الايجو بتاعه يتضخم ويصبح بقى ان هو عنده غرور ويقعد بقى لك والله انا فعلا الواحد بذل مجهود كبير وبتاع. اذا النمطين موجودين، يتبقى على مدير المكتبه حتى يضمن تفعيل ممارسه اجعل يوم افضل انه يقدر يقرا، ودي خبره المدير. ليه بقى مدير؟ لانه قدر يقرا الموظف الحاوي، الموظف اللي فعلا يعرف يديله جرعه الشكر والاطراء والتثمين على ما يقوم به، في مقابل ان عنده الموظف الثاني انه عارف انه لو زود شويه الثاني بقى ايه زود الغرور هيركبه وحتى اداؤه هينزل لانه بالفعل حس ان هو اكبر. اذا دي نقطه مهمه جدا في الممارسات العمليه فيما يتعلق بجميع. الممارسة الرابعة الأخيرة هي اختر موقفك السلوكي. في إحصائيات حضراني ولكن بتقول إن أكثر من 80% على الأقل من ما نواجهه من مشكلات أو حتى جوانب إيجابية مبني على المواقف اللي احنا بنتصرفها. يعني أنت سلوكك هو اللي بيحدد سلوك الآخرين، حتى لو الآخرين كان لهم سلوك معاكس ليه، صمتك هو سلوك في حد ذاته. إن أنت ما تاخدش أكشن في حد ذاته ده
موقف سلوكي. يبقى الموقف السلوكي بعدم اتخاذ موقف ما او عدم اتخاذ سلوك ما. فاذا الموقف السلوكي ده كممارسه رابعه ضمن ممارسات فلسفه السمك قائم على انها ببساطه جدا ان الحياه بتضعنا في مواقف مختلفه واختيارات. يعني انت في كل لحظه حتى حضور هذه الندوه حتى المشاركه في الندوه حتى طرح تساؤلات ده قرار. بعض الاخر يخجل، البعض الاخر يبقى عنده هذا، البعض الاخر يعني يستحن يطرح اطرح من سؤال. احنا طبعا بندعوكم الكل اطرحوا كما تشاؤون من اسئله مفتوحه ان شاء الله. فاقصد ان كل ده مبني على موقف السلوكي الخاص بالشخص. وبالتالي كل امين مكتبه بل مدير في المكتبه في تطبيقه لهذه الممارسه الرابعه عليه ان يفكر ما هو او من هو الشخص الذي يريد ان اكون. انا رايح الصبح هتعامل مع موظفين بأنهي شكل؟ انا رايح الصبح اول مستفيد هيجي لي هتعامل معاه ازاي؟ هل انا عايز ان انا ما اشتغلش وابقى قاعد مش عايز اشتغل عشان اخطئ وبالتالي كذا وبالتالي اعمل بلوكينج بيني وبين المستفيد او بلوكينج بيني وبين زمايلي او كمان كمدير اعمل برج عاجي يفصلني عن الموظفين او يعني كلها قرارات ترتبط بالشخص نفسه. اذا باختيار كل شخص موقفه السلوكي ده بينعكس على بالفعل الممارسة التي تشيع في البيئة الخاصة بتطبيق فلسفة السمك. وزي ما احنا قايلين ده مرتبط سواء موظفي المكتبة بينهم بين أنفسهم وبينهم بين المديرين والعكس أو بين موظفي المكتبة resources والمستفيدين من هذه الممارسات أو هذه الخدمات. وبالتالي بقدر تحكم الشخص في موقف سلوكي بقدر قدرته على أنه هو يحقق نجاح بتطبيق هذه الفلسفة. وبالتالي زي ما احنا شايفين ان الاختيار الموقف السلوكي كممارسة هو اقرب الاربع ممارسات للشخص نفسه لان هو اللي بيتحكم في السلوك. اما يبقى انفعالي او امبالسيف زي ما بيسموه انفجاري او ان هو يبقى بيشنت او صبور وقادر ان يستوعب الاخر وقادر ان هو يبقى زي ما نقول هين لين او في نفس الوقت فيرم. ما احنا هين لين ممكن الناس تاخد تيك ادفانتج او تاخذ موقف ضد هذا الشخص فيكون اصلا عارف حقوقه وعارف واجباته وقادر انه يتوقف في مرحله معينه. برضه في نفس الوقت الفكره اللي كان بيشير ليها مصطفى فكره ان يعني stay and smell the roses يعني نتوقف ونقيم تجاربنا نقيم سلوكياتنا مع زملائنا ومع المستفيدين. انا حادثه طبعا تقارير احصائيه زي ما هنشوف قضيه مش ممارساتها انطباعيه لا ده ليها معايير ومعايير كميه وكيفيه بتقاس في المكتبه وبيبقى ويوصل مرحله العدد الخطوات المستفيدين اللي بيخشوا الانطباعات اللي بتبقى موجوده على وش المستفيد لو في بعض البرامج الحديثه انها وانت بتخش على الموقع الالكتروني للمكتبه بيبدا يحلل عينك راحت على انهي جزئيه اكتر وبالتالي بيبدا توزيع مكونات البورتال او الموقع الالكتروني الخاص بالمكتبه. فالموضوع ليس اعتباطي له قياسات كميه ومؤشرات اداء رئيسي اللي هي كي بيرفورمانس انديكيتور. اخيرا في جزئيه الموقف السلوكي بالفعل ان الموقف السلوكي ده ينبغي الا يخلل اي شخص انه يراجع موقف السلوكي. مش عيب ان انا ارجع اقول يا جماعه فعلا انا حسيت ان انا كنت امبالسيف او كنت مندفع او كنت انفجاري بقى يا جماعه كده. فالنقطه دي تعرف ان في خط رابع دائما مع الموظفين مع الزميل مع المستفيد وده اللي يخلي فيه دائما اريحيه في الاتجاهات. وزي ما نقول نحن كتب علينا في مؤسستنا ان نكون عاملين جميعا في مؤسسات خدمية حتى لو كان في بعض الأحيان بيبقى فيه مقابلة المقابل على الأقل تغطية نفقات المكتبة. بس نحن في مؤسسة أساسا خدمية إذن ينبغي أن نتعامل مع البشر بما يضمن عودته مرة أخرى وبما يضمن النقطة اللي أشير عليها فكرة الريتينشن اللي هي الاستبقاء أو الإبقاء على الموظفين. دلوقتي إحنا دلوقتي في عندنا الهارد درايف وفي الفلاش درايف في البي درايف عندنا في السي والدي في البي دي اللي هو البرين درايف. الاشخاص نفسهم الموظفين نفسهم دول بيعتبروا اسيتس نوليدج اسيتس يعني اصول معرفيه في المكتبه. الشخص اللي عنده خبره 30 سنه في الفهرسه الشخص اللي عنده خبره 2 سنه في رد على الاستفسارات كل ده بيعتبر اسيتس واصول تمتلكها المكتبه. فلما شخص بعد دوت حتى بيقول لك ام سو هابي من ضمن الكلمات اللي هي بتبقى فيها من الاشاده وكده I'm so happy that you keep your chair warm for 20 years. يعني أنا فرحان أنت قاعد في المكتبة والكرسي بتاعك فعلا دافئ بوجودك فيه لعشرين سنة. فدول ما لم يكن هناك بيئة صحية تحتفظ بيهم المكتبة هتخسر كتير حتى لو جابت أشخاص آخرين يعملوا مكانهم فمش هيكونوا بنفس. وهنا ينبع فكرة الولاء أو اللويالتي للمكان.
لو اتكلمنا عن الإطار، ويمكن ده أهم جزئية، طبعا كل ما ذهب هو بالفعل له أهميته، ولكن أقصد باعتبار أن هو ده الزبدة أو اللي اشتغلنا عليه صفة بكثافة كبيرة جدا، كيف نطابق هذه الفلسفة؟ تحدثنا عن مزاياها، على كنهاها وأهميتها. طيب ماذا عن عايزين نطبقها عمليا؟ عايزين نشوف شيء ملموس، ما نبقاش بنتكلم في الفراغ، والله صباح الخير، والله أنا بتكلم كويس مع المستفيدين، وما فيش خناقة بيني وبين زميلي، والمدير بتاعي راضي عني، إذا الدنيا بيس وكل واحد سعيد. لا، ده ليس المقياس. المقياس ينبغي أن يكون كميا، ويضمن في حال تطبيقه وتكراره في أماكن مختلفة الحصول على الأقل مينيمم من السكسس، حد أدنى من النجاح، وليس ربطه بالبيئة. يعني لو طبقت في بيئة مثلا جامعة القاهرة، مكتبة جامعة القاهرة هتنجح، إنما لو طبقت في بيئة جامعة القاهرة برضو نفس الجامعة هتلاحظ طبعا أي جامعة أخرى. أو يعني اللي أنا أقصده إن لو طبقت في مكان ما أو في جامعة ما أو مكتبة جامعية ما، أقول لا ده أصل عشان الناس اللي بيشتغلوا فيها فعلا ودودين، لا، أنت بتحط فلسفة أي زيها زي الرؤية، ينبغي أن الالتزام بها والتطبيق بصرف النظر عن الأشخاص. هو الشخص اللي يجي يذوب ضمن الفريق ويبدأ تاني. فالفريم ورك أو إطار العمل إحنا طرحينه هنا هو قابل للتطبيق، بمعنى أنه مبني على خلاصة تحليل لتجارب مختلفة للخروج بهذه الفلو شارت أو تدفق سير العمليات أو انسيابية العمليات، عشان يتم تطبيق فلسفة العمل بشكل عملي. طبعا إحنا بندعو زملاء للكتابة أكثر حولها، يمكن إحنا كلينا جاهدة نشوف في الآخر. الحمد لله نشرنا مقال بحثي حوله، وندعو طبعا طلاب البحث العلمي الماجستير والدكتوراه ان هم بالفعل يبداوا ياخذوا هذه الفلسفه ويعملوا على تطبيقها عمليا، سواء في بممارسه واحده من الاربع او الاربع ممارسات في مكتبه، او بشكل مقارنه بين مكتبتين. طبعا المنهجيات متعدده في هذا الجانب. الفريم او اطار العمل يقوم على مجموعه من البيلرز، او ما نسميها كده الاسس الرئيسه، اللي هي فكرة الاستمتاع والتودد. زي ما احنا قلنا ان انا بستمتع بشغلي، حتى لو في عبء وحتى ضغط ووقت وكلام ده، ولكن في النهاية انا فرحان ان انا بفارس جلاب البيوغرافية، او بعمل داونلود ليها، او برد على استفسار، او عندي تحدي في خدمة مرجعات ما. والانفولمنت، يمكن قلنا المشاركة بترجمة يعني الى حد ما يعني متجاوزة، هي مش فكرة شيرنج، هي فكرة الانخراط والانغمار، يعني ان الشخص يبقى انفولد بكله. يعني يقول لك هنا غايز لما راح يقعد يشوف فيلم او اغنيه بيعجبها، او يقرا في القران، او يمارس اي حاجه، بيحس ان هو منغمر بكل مشاعره، immersed فيما يقوم به. فاذا اول حاجه فكره الاستمتاع، وان انا ببقى عندي فريندلي تودد مع اللي معايا في البيئه، سواء كانوا زملاء او مستفيدين، وفي نفس الوقت انخرط بكل جوارحي في اللي انا بقوم به طول فتره عملي. وده من الحاجات اللي بنحسن فيها طبعا الأجانب في الجزئية دي، إن هم عندهم وقت الشغل والشغل ووقت الهزار هزار، عشان كده تلاقي فيه اللعب هنا هو مش هزار، لا هو تيسير وترويح على النفس أثناء وأنت بتشتغل، مما لا يؤثر على الإنجاز. يعني ما تقعدش تقول أصلحة من ضمن الفلسفة إن إحنا نلعب، لا، ده أنت بتلعب داخل الشغل، زي ما واحد كده بنعمل مثلا في المؤتمرات، أذكرها لما كنا طلبة دراسات عليا أو حد كده بنشتغل في المؤتمرات تطوعيا، كنا بنعمل مسابقات مين اللي يقدر يملى الشنط بالأوراق الخاصة بالمؤتمر، ده كان لعب بس في نفس الوقت بننجز. ثم اتخاذ الموقف الصائب اللي احنا كنا بنتكلم عليه، choose your attitude، يعني انت اللي بتشوف هل هتقفل الشخص اللي قدامك منك، قول المصري الدارج، ولا فعلا هتخلي ان في نوع من الرحابه والود المتبادل. واخيرا ان انت بتساعد الاخرين، دورنا في مجال المكتبات بتساعد الاخرين. يمكن ممكن واحد في بنك مع احترام لكل الوظائف يعني دوره فعلا بيقابل بشاشه وكل حاجه، ولكن اقصد لو هو ما ادالهش للشخص الفلوس اللي طالبها، او ما حطلوش الايداع، ما تحققتش. انما انت في قبل المكتبه دخل الشخص وقعد في المكتبه ومحرج انه يسالك، انت بالنسبه لك خلاص كامين مكتبه، مرتبك في اخر الشهر بتاخده. انما هذا الشخص دخل وما سالكش، هل فكرت تقول ايه اقدر اساعدك ازاي؟ ودي اللي كان بيتكلم عليها جون كريستنسن في البدايه، لما كان الراجل تاجر السمك بيقول له انت حد سالك لما خدت تاكل اللانش بتاعك انت عامل ايه النهارده؟ ازاي كان يومك؟ مش مجرد انت عايز تاكل ايه؟ هجيب لك الساندوتش وينتهي الموضوع. ده بالنسبه للفريم ورك. اتفضل مصطفى. بالنسبه للاطار العمل يا دكتور، في عندنا قسمنا الاطار العمل بشكل عملي الى ثلاث مراحل. مرحله قبل التطبيق، محتاجين نعرف ايه او محتاجين نحدد ايه، مرحله التطبيق، مرحله ما بعد التطبيق هيحصل ايه. كل مرحله من الثلاث مراحل ليها ضوابطها. لو حضرتك لو انتقلنا لمرحله ما قبل التطبيق، حضرتك هتلاقي في قبل مراحل التطبيق او لكل مرحله في عندنا تساؤلات مهمه، تساؤلات قبل عمليه التطبيق اساسا، وتساؤلات بعد عمليه التطبيق. يعني قبل ما نطبق في الاساس، احنا
خلاص اتخذنا قرار ان احنا هنطبق فلسفه السمك في المكتبه. ليه؟ ايه الهدف من وراء تطبيق المكتبه؟ يعني وهنبدا من فين؟ هل في فلو مقترح للتطبيق، عمليه التطبيق؟ هل هنستخدم كل المواسات الاربعه للفلسفه هنطبقها في المكتبه عندنا، ولا هنكتفي بواحده بس زي ما الشركه كتبت؟ حتى ان الشركه طبقت ممارسه واحده او ممارستين حسب احتياجها، بناء على تحليل الانشطه اللي في المؤسسه او اللي في المكتبه، بناء عليه احنا محتاجين نعمل تطبيق في الجزئيه دي، فمحتاجين الممارسه دي فقط. ايه الادوات اللي هنستخدمها في عمليه التطبيق؟ ضروري يكون متحدده من قبل عمليه التطبيق. هل هنطبق المكتبه احنا هنطبق بنفسنا، ولا هل هنكون في حاجه ان يكون في استعانه بها خارجيه تساعد عمليه التطبيق؟ ومين بالظبط في الستاف في المكتبه اللي هيشارك في عمليه التطبيق؟ هل هنطبق الفلسفه في قسم واحد او في قسم من اقسام المكتبه او وحده من وحدات المكتبه، ولا في المكتبه ككل؟ ايه هي دلوقتي محتاجين نقيس النواتج بشكل عملي، ايه هي معايير القياس ومعايير التقييم ومؤشرات النجاح ومؤشرات الاداء الخاصه بعمليه التطبيق؟ بعد عمليه التقييم، بعد عمليه تطبيق الفلسفه، في برضه تساؤلات مهمه، وهي لو انتقلنا يا دكتور الشريحه التساؤلات ما بعد التطبيق، هيقول لحضرتك ايه هي مؤشرات النجاح؟ حضرتك حققت اوكي، ايه المؤشر؟ مؤشر حققت كذا في المية، وده التارجت بتاعي، وكمان ممكن نشوف قبل التطبيق وبعد التطبيق عشان نشوف القياس احنا واقفين فين بالظبط. ايه اللي خلينا في المكتبه يكون في ضمان لاستمراريه النجاح او النتيجه المتحققه دي؟ وايه النقط اللي اذا حصلت نقط وناجع الشغل مش ازاي؟ قد يكون شيء معين او حاجه حصلت معينه في المكتبه تؤدي الى النجاح اللي حصل ده، ممكن يتلاشى حاجه ثانيه. اذا انتقلنا لمرحله مراحل التطبيق، كل مرحله ما قبل التطبيق ضروري ان احنا نحدد اهداف، نختار فريق العمل وهنوزع الادوار ما بينهم ونحدد المواقف الشخصيه، هنحدد الادوات قبل ما نبدا في اي حاجه من ادوات التطبيق، هنختار مؤشرات الاداء ومعايير التقييم اللي احنا هنستخدمها اثناء عمليه التقييم، بحيث ان ما يكونش لما نيجي نطبق بالفعل ما يكونش في حاجه تظهر في النص تحصل اعاقه تعمل اعاقه في عمليه التطبيق. الضوابط الخاصه بمرحله قبل التطبيق ضروري جدا يكون في اول حاجه دعم كامل من الاداره للمكتب لعمليه التطبيق، التدريب كويس للستاف لفريق العمل اللي هيشارك في عمليه التطبيق، نحلل الشخصيات ونسكن كل حد في كل فرد من افراد فريق العمل في مكانه ونوزع الادوار عليهم. ضروري جدا ان يكون الخطه التنفيذ او خطه التطبيق تكون متحدده بكل تفاصيلها بالتايم لاين بتاعها، بالادوات، بالمسؤوليات، حتى بالامثله اللي اتقال، بالعبارات التقدير المتبادله ما بين الستاف اثناء التطبيق قد ايه، حتى عبارات التقدير اللي اتقال ما بين الستاف واليوزر ده يكون متحدده ونمشي على نفس النمط، وده من بدء الفلسفه بالمناسبه. ضروري جدا هنختار مؤشرات الاداء اللي هنستخدمها بشكل دقيق قبل عمليه التطبيق. إذا دخلنا للمرحلة خلاص انتقلنا من قبل التطبيق، دخلنا لمرحلة التطبيق العملي، فضروري هندخل على المرحلة الثانية يا دكتور اللي هي مرحلة التطبيق في الفلو شارت عندنا. هنتأكد إزاي من إن الستاف مهيئين لعملية تطبيق الفلسفة؟ لايف كوتشنج سيشنز، هنعرض فيديوهات، هيحضروا ورشات عمل، برامج تدريبية كتير. اثناء التطبيق نفسه دايما يكون فيه وورم اب، ضروري يكون فيه وورم اب، واكثر من شكل الوورم اب كل يوم مختلف. كل زي ما الفلسفه المبدا الاساسي في الفلسفه، كل فرد من افراد المشاركين في التطبيق دي كل يوم المكتبه وهو عنده طاقه ايجابيه كبيره محتاج ان هو يوظفها، محتاج يركز تركيزه الكامل، انا هعمل ازاي فرق النهارده في المؤسسه. ويمكن بعد شويه لما حضرتك هنشوف ان في التطبيق نفسه هيكون في مكافآت، فهيكون في تنافس على ما بين الاستاف، انا هحقق اكتر النهارده ايجابيه عشان احصل على مكافاه، عشان اخد الموظف المثالي في التطبيق النهارده، عشان اسمي يتحط مثلا على الباب اللي هو البيست لايبريان النهارده في التطبيق وهكذا. فالاحماء اليومي ضروري يكون في تنوع في الاحماء،
التطبيق نفسه هنطبق الممارسه نفسها سواء تم الاتفاق مع المكتبه ان احنا هنطبق المؤسسات الاربعه بالتوازي او الممارسه من المؤسسات الاربعه. بعد ما طبقناها ضروري هيكون هنقيم رضا الموظفين وهنشوف تحسين الخدمه وصل لحد فين، ايه المؤشرات الايجابيه اللي ظهرت بعد عمليه التقييم. بعد ما خلصنا عمليه التقييم هنشوف احنا هل فعلا الهدف اللي كان موضوع اللي كنا حددناه قبل عمليه التطبيق هل تحقق ولا لا؟ اذا تحقق اوكي هندخل لمرحله ما بعد التطبيق. ما تحققش هنرجع تاني نشوف احنا عندنا شورتج فين في عمليه التطبيق ونراجع ونرجع نشوف نحسن عمليه التطبيق ونمشي في الخطوط بتاعنا في المسار بتاع العمل. الضوابط الخاصه بعمليه بمرحله التطبيق بجانب الحاجات اللي اتكلمنا عنها في الفلو شارت ضروري يكون في تحليل للوضع النشاط اللي بيتم في المكتبه اللي احنا محتاجينها نطبق عليه فلسفه السمك بحيث ان احنا نحط ايدينا على نقطه التطوير اللي محتاجين نعملها وبالتالي هنقيمها بعد كده مع ختام عمليه التقييم. هنطبق طبعا الانشطه اللي اخترناها الضريبة متحددة قبل عملية التطبيق بشكل واضح قوي عند فريق التطبيق، وهنحدد الأنشطة خلال إطار الزمن المحدد عشان يكون التقييم بعد عملية التطبيق موضوعي. إذا انتقلنا للشريح دي بعد كده مراحل الجزء الثاني من مرحلة التطبيق ضروري يكون في مكافآت فورية ورمزية وتجزية رجعة أو فيدباك سريع بالنسبة للستاف. ضروري يكون في عبارات شكر وتقدير متبادله بين الستاف محدده هيتم استخدامها على مدار موضوع مراحل التطبيق كلها عشان نشوف انعكاس العبارات دي بعد عمليه التطبيق. في النموذج اللي هو الفايف ستارز اللي هو الابلكيشن اللي بيدي حضرتك 5 نجوم بعد ما تحصل على خدمه معينه. حضرتك مثلا انا اذا دخلت المكتبه اخذت خدمه اعاره، اخذت خدمه مرجعيه، فاخذ والستاف قدمها لي بالاسلوب فان او اسلوب واهتم باحتياجاتي البحثيه كويس، فهديله تقييم من 1 لـ5 زي موظف خدمه عملاء في اي شركات الاتصالات. اوكي. وفي الاخير هنركز جدا على استخدام العبارات اللي هي بتعمل ارتباط حميمي ومهذب طبعا في سياق التطبيق ومواساته ما بين الستاف وبعضهم والستاف. الاطار المرحله الاخيره في اطار العمل بعد ما حققنا الهدف من التطبيق اوكي هنعمل توثيق للتجربه عشان يكون في دوكيومنتيشن للي بعدنا لو حد حب يطلع على التجربه، لو حبينا نعمل التجربه على بيت اقسام المكتبه او قطاعات المكتبه. مؤشرات الاداء المؤشرات الاداء والتقييم اللي احنا استعملناها ضريبتكم تتحدد برضه احنا استخدمنا كذا وكذا، ونحط اطار عمل او اطار زمني او اطار مقترح للتحسين المستمر وتوصيل نطاق التطبيق للفلسفه على المكتبه او ممكن مكتبه ثانيه تشوف التطبيق بتاعنا وتحاول ان هي تعمل تطبق هي كمان الفلسفه. وده يمكن حصل في المكتبات الامريكيه، بدات بمكتبه وبعد كده مكتبتين اشتغلوا. طب احنا هنستخدم الفيش بروسيس ولا بيتوس برينسبل؟ طب احنا نطبق الاثنين ونشوف ايهما افضل. في الاخر طلعوا بالنتيجه ان هو انت محتاج الاثنين مع بعض، لان احنا في الاساس خدمه عملاء، خدمه مستفيدين باسلوب محبب ومرغوب فيه بالنسبه للمستفيدين. بالتالي لما ندخل على ضوابط المرحله اللي ما بعد التقييم ضروري جدا ان احنا الستاف اللي شارك في عمليه التقييم نقيس هل هو نقيس مدى الحماس بعد المشاركه في عمليه التطبيق الفلسفه. هل كان هو كان زي ما دخل قبل التطبيق زي ما قال يعني تقريبا مش ممكن يكون نفس الدرجه. الحماس والطاقه الايجابيه للشغل بالتاكيد بتزيد. بنستخدم الروبريك نموذج التقييم الخماسي لاداء الموظفين عشان نقيس رضا الموظفين اللي شاركوا في عمليه التطبيق. طبعا نموذج التقييم الخماسي نموذج متدرج من 1 لـ5، 5 اعلى درجه، 1 اقل درجه وهكذا، ويطلع النتيجه في الاخر. والدكتور عبد الله هيعرض بعد كده نماذج معايير التقييم.
وبعد ما نحط التطبيق ضروري جدا ان احنا نقارن بقى تاثير والامباكت بتاع التطبيق. انت الامباكت الناتج من عمليه التطبيق الفلسفي في المكتبه في تاثير ملموس وفي تاثير غير ملموس. تمام. يمكن يا مصطفى قبل ما ابدا اتكلم على التاثير هرجع سنه السلايد كده واتكلم على زي ما بيسموها الكلوزنج لللوب او اغلاق. ان احنا بنتكلم هنا مش على وان ستريم بروسس يعني خطوات بمشي عليها وتنتهي، هي دائريه. عشان كده فكرنا بتوجهين في العمل اللي هو الاجيل ابروتش او الرشاقه المؤسسيه فيما يتعلق بتطبيقاتها في المكتبات، ان احنا بنبدا نتكلم على كل ما يؤدي الى هدر، مش كده بيسموها اسلوب التخلص من هدر او اللين، كل ما يؤدي الى هدر في الوقت، كل ما يؤدي الى هدر في الطاقه، كل ما يؤدي في الموارد الماليه، انت بتحاول انت من خلال اللوبينج دوت انت تتجنبه وبالتالي بتركز في الاساس. رغم تطبيقك لهذه الفلسفه قد يبدو الى ابعاد سلوكيه ولكنه في النهايه يترجم زي ما كنا بنتكلم هنا لقياسات كميه. فاذا اللوب هنا هدفه ان انت فيه ما يسمى بالكونتينوس امبروفمنت او التحسين والتطوير المستمر. انت دائما لا ترضى عما توصلت اليه في تطبيق الفلسفه، لا انا في افضل، وبالتالي بتبدا دائما في سايكل دائم التحسين والتحسن في نفس التحسين من جانبك والتحسن على مستوى الوظيفه او الاداره التي تعمل فيها. بالنسبه للتاثير زي ما قلنا كده احنا قمنا بتطبيق هذا اطار العمل، وندعو الله نكون ان شاء الله تنزل حسناتنا فيما يتعلق ان فعلا تطبيقه يرتبط بمدى قناعه المكتبه والعميل فيها بانه فعلا له تاثير ويمارسونه زي ما قلت تحت الجلد، يعني في حياتهم اليوميه داخل العمل. فبالتالي عايزين بقى نطمئن بعد ما قمنا بهذا التطبيق اللي تفضل بيه مصطفى في البروسيس الكامل دوت وانتهينا ووثقنا التجربه. توثيق التجربه ده جزء اساسي فيه هو ما هي امارات، ما هي مؤشرات النجاح. في مؤشرات ودي الاسهل، الكميه، عدد المستفيدين زادوا اللي بيسموها الفوت ستيبس كده، ناس زاد عددها في مجال المكتبه، وده مؤشر يعني لحد ما مضل لبعض الشيء. انت ممكن بيسال لانه ما حصلش على ما يريده من كتب او من روايه وهو جاي للمكتبه فيها. وبالمناسبه بنتكلم على جاي المكتبه حتى في ظل كورونا، الكليكنج وانه دخل على الموقع المكتبه وعمل استفسار ودخل في الفي ال اي او المساعد المكتبه الرقمي او في الشات بوت اتكلم لمده دقيقتين ثلاثه ولا الشخص ما وصلوش المرحله، قال لك انت بس سايبني في هذا المكتب وعمال ارد على روبوت ويرد عليا، لا فين الشخص؟ يروح لمسؤول المكتبه يحوله الشات بوت لمسؤول المكتبه، مسؤول المكتبه ما يدلوش اضافه، الاسئله مش وافيه. اذا لما بنقول زياده اعداد مستخدمي المكتبه سواء على النطاق الفيزيكال المادي، وان شاء الله ربنا يعافينا من موضوع كورونا والمكتبات تبقى تفتح ابوابها زي ما انا قلت كده، المكتبات لن تغلق ابوابها حتى لو اغلقت في فترات معينه، او على المستوى بيسموها كده هو الايه الخدمي، يعني بالفعل عدد الداونلودز لمصادر معلومات الكترونيه، عدد واقعات الدخول على قواعد معلومات معينه، عدد الطلبات في الاشتراكات في دوريات الكترونيه معايا، كل دي قياسات كميه بتيجي بيفور اند افتر تطبيق فلسفه السمك وتبدا تتربط في معاملات الارتباط باي سكوير، بتبدا تربطها ان لما طبقت فلسفه السمك سواء بممارسات الاربعه بتاعتها او باحدى الممارسات او ثلاثه او وات ايفر ات از، فعلا حصل نقله نوعيه. واساتذتنا وزملائنا في علم النفس وفي التربيه وفي كده والاحصائيين يعني ديت لعبتهم زي ما بيسموها، واحنا في المكتبات بدانا فعلا كثير من الاجيال وبدانا احنا فعلا نوظفها عمليا. وبالتالي دي نقطه مهمه جدا فيما يتعلق بالقياس الكمي، الوقت في انجاز المهمه، صفوف الانتظار لما تيجي تستعير كتاب فيزيكالي او لما تيجي حتى تحجز كارلز او خلوه دراسية، لما في صفوف انتظار كبيرة يبقى انت هناك خلل ما عدد البوينتس او السبوتس اللي انت بتحددها عشان الناس تقف تعمل الاستعارة منها، او حتى وانت داخل صفوف الانتظار اللي احنا بنتكلم عليها في الاعارة او الحجز. ايضا لما بتعمل بيئة اكثر تنظيما والناس تبقى عارفة سلوكها زي في اللقاحات دلوقتي، الناس خلاص عارفة في توقيت معين بتخش تسجل، والخدمات الالكترونية في الحكومات الالكترونية ما بقاش في احتمالات للخطأ. فكل ما بتنظم ده ضمن تطبيقك الفلسفي نفس الفكره اللي احنا بنتكلم عليها في اللين او اسلوب التخلص من الهدر في تطبيقاته، ان انت بتضمن ان ما يبقاش في مخزون من الاجهزه، مخزون من الكتب لا يستخدم. تدخل هنا بقى في كوليكشن ديفلوبمنت وتنميه مجموعات زي ما احنا شايفين فلسفه السمك. اتحدث مكتبيا عنها، يعني بمعنى ان كل التطبيقات الخاصه بالمكتبات يتم توظيف فلسفه السمك في انها تبقى بيئه محيطه زي بابل زون كده،
حواليها تبدا انها تحتوي التطبيقات المختلفه، بما يضمن ان في بيسموها بيئه وثقافه من السلام والتواد والاريحيه بتحكم هذا العام. طيب زي ما بقول الابسط هو الملموس، يعني شايفه في الاصعب هو غير الملموس او الملاحظ. اتصور ان رضا المستفيدين، وهنشوف ازاي بيقاس هذا الموضوع له قياساته الكميه، بالمناسبه مش ان واحد يقول والله جزاك الله خيرا، والله شكرا جزيلا، والله ثانك يو سو ماتش، كل العبارات الاطراء ان الامتنان لا تفي بان انت بتكون قسط فعليا رضا المستفيد. في قياسات زي ما احنا كان هي لايف كوال، ده اداه معياريه موضوعيه تستطيع ان تقيس رضا المستفيد بشكل كامل، مش مجرد ان هو يقول لك كويس ولا ده حاجه كيفيه. فهنا هنا في مغص. ايضا فكره تعزيز قدرات التفكير النقدي وقدره حل المشكلات عند المستفيدين وعند الموظفين المكتبه نفسها، كل ما زاد ده وكل ما بدا في نوع من التعزيز ليه، كل ده مؤشر ان الموظف كان عنده اشكاليه في التواصل مع احد المستفيدين. لما بدا ان هو يخفف من حده اللغه، البادي لانجوج بتاعته، انت ممكن ما تتكلمش خالص بس الايماءه ولفه الكتف والكلام ده كله بتوصل رسائل للمستفيد تخليه يحجم عن هو يجي يكلمك اساسا. وشك من غير البشاشه ممكن انت تديله انطباع قد يكون متعمد وقد يكون غير متعمد، كل واحد ونوايا بقى زي ما يسموها، مش هنكشف على النوايا، ولكن ببساطه شديده جدا انت ممكن توصل رساله ان الشخص ما يجيلكش، وكونه ما جالكش ده مش هيقلل المرتب اللي بتاخده في اخر الشهر، ممكن يقلل مثلا البونص ولا المكافات، ولكن في النهايه انت جيت من 8 مشيت الساعه 5 مشيت الساعه 2، ما حدش هيقول لك والله المستفيد ده طلع وهو كان خايف وكان متردد لما لقاك ان انت وشك مقفل فما سالكش. لا، ما بيتدخلش الاداره الا ما يطلع فيه مشكله او شكوى، انما عمره ما حد يقول اصلا انا بصراحه شكلي ما كانش عاجبه او شكله ما شكله. واحنا عارفين الرسائل المبطنه اللي البشر بيوصلوها لبعض والبولينج والى اخره. تقليل الشعور بالاحباط لدى موظف المكتبه من محاسن الصدف، من الميزه اللي احنا فيها في اطار البيئه الالكترونيه نتيجه الجائحه، ان بقى في زخم من الفعاليات الالكترونيه. ومن حسن الحظ ان استاذنا والاستاذ العزيز الاستاذ الدكتور شريف شاهين في نفس الوقت اللي احنا بنقدم فيه دلوقتي هو بيتكلم في فعاليه اخرى ضمن برنامج حديث المكتبه حول القيمه الاجتماعيه لمهنه المكتبات. يمكن انا بدعوك لو قدرنا نخلص ان شاء الله تلحقوا، او ممكن حد يبقى يسجلها. انا بتصور دي جايه في وقتها جدا وبتتزامن مع اللي احنا بنتكلم عليه. موظفي المكتبه والعاملين في المكتبه يحبطون من اي حد يتكلم معهم، لو هو شغال في بنك لو هو شغال، بصرف النظر عن المستوى المرتب اللي بياخده. بس هو بيقول انت تشتغل ايه؟ والله في مكتبه. حتى لو حب يرفع من روحه المعنويه اقول له اخصائي معلومات انفورميشن سبيشالست انفورميشن، او مثلا نولج مانجر مدير نولج مانجمنت مثلا اوفيسر ضابط لاداره المعرفه، فيحول يعني بالظبط كده يتخفى حول تسميه من اجل ان هو يتملص من وظيفته في العمل معه. كمان انا بتصور من اشرف الوظائف لما تتعامل مع ارقى اجزاء جسم الانسان وهو عقله وفكره. اذا الموظف اللي بيعمل في المكتبه او في الارشيف او حتى من ضمن وده بتصور الاعلام له دور كبير جدا في هذه الجزئيه، ان بيصدر الاستيريوتايب او الصوره النمطيه لمسؤول المكتبه او مسؤول الارشيف ان هو بيعاقب انه يروح الارشيف، في حين انت لو بصيت وفي يعني الايه اللي اصدرت طلعت فيلم كامل حول الصوره النمطيه لموظف المكتبه ومسؤوله المكتبه ومامنه المكتبه، لازم تبقى النظاره بتاعتها كعب كوبايه وغالبا ما تكونها مش متزوجه، وده غير حقيقي اذا اردنا له ذلك. لان كثير جدا من الناس لما بيعمل في وظيفته وهذا الحب وهذا الشغف هو اللي بيطور منها. هتلاقي ان في استاذ دكتور و و و الى اخره جاي لموظف غامين مكتبه لانه عارف انه هيقدر يقابله ليه ود ويقدر يساعده، لان انت حارس على المعرفه، لديك هذا المفتاح. عميد المكتبات او استاذ الدكتور او الباحث ما عندوش ان هو القدره ازاي يدور فيه، ازاي يقايم ما بين هل اروح لمستخلص للبحوث ولا اروح للفول تكست. مش بالضروره الفول تكست هو هيلبي، بالعكس ده ممكن ياخد منك وقت طويل. اذا هذه الفنيات وهذا التكنيك وهذه الحرفيه والاحترافيه ايضا لدى موظف المكتبه. اذا كل ما احنا زي ما بيسموها نكبر نفسينا ونكبر بعضينا في ان وظيفه المكتبه هي وظيفه الشرف، وحتى لو كان المقابل المادي بتاعها اقل من وظائف اخرى، ولكنك في النهايه عندك اللي بيسموها سيلف كونفيدنس، عندك اللي انت الاعتداد بالنفس وان انت واثق في نفسك لان انت تؤدي بوظيفه. حتى من يقوم بتنظيف الشوارع وكلها وظائف كريمه وهذا، فهو ينبغي من الداخل ان هو يكون عارف، لان كلنا في سلم البشريه كلها بنخدم بعضينا. في المقابل
عضو هيئة التدريس أو الباحث في مجال المكتبات لما يقابل طبيب أو زميله في دراسات العليا في الطب ينبغي أن يكون لديه من الثقة بالنفس، أنا بتعامل مع مصادر المعلومات المختلفة الإلكترونية بعرف إزاي أبحث فيها ووصلها درجة أنا على المستوى الشخصي. كنت وعيد سامحوني إذا كنت أقول تجربة شخصية، لكن بالفعل لدي صديق هذا صديق كان في كلية علوم وبالفعل الحمد لله تعينت انا معيد وهو تعين معيد، فكانت الملاحظه يقول لي طب انت هتعمل ماجستير في ايه؟ زاويه ملك كتاب على الرف طبعا بيسخر يعني جزئيه. فتلف الايام الكلام ده مثلا في يعني اواخر الثمانينات بدات الانترنت تاخد رخامها وكنت بحث، فكنت بروح هناك واتدرب وابدا اشوف ازاي نقدر نخش على مكاتب الكونجرس. واتذكر الشاشه كانت كلها سوداء والكتابه الخضراء، الناس اللي يعني المخضرمين والسن كبير شويه كان ده، وكان لما الواحد يخش على مكتبه الكونجرس ده بيعتبر فتح وواحد قلبه يعني رفرف من جوه. فتلف الايام ان صديقي اللي هو بقى معيد في ما شاء الله بقى استاذ برضه في كليه علوم كان يعني بيبعدني ويقول لي انت هتعمل ايه وايه الماجستير اللي هتعمله، لما خلص ماجستير والدكتوراه هو خلص وتيجي الايام ان فعلا بدا يشوف ان في نظم معلومات وبدا في البحث في قواعد المعلومات، فهو فعلا بليف ان فتره لما كنا في الدكتوراه كان بيتصل بيقول لي طب انا عايز ابحث في قاعده البيانات الفلانيه، انت ما شاء الله ده تخصصك. فاذا لما الواحد بيسعد كباحثين بالتخصص بتاعه بينتقي نقاط بحثيه تساعده، هو ده اللي بيرفع قدره وهو ده اللي بيحقق عدم إحباطه فيما يقوم به. يمكن أفضت في هذا الجزئية أنا بتصور هي جوهر الفلسفة، ما لم يكن لدينا قناعة بشرف هذه المهنة وقيمتها أنا بتصور لن نصل نحقق، حتى لو كان يمكن مكتبة الكونجرس الهيد بتاعها بيعين بلقاء شخصي مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، شوفوا إلى أي مدى قيمة هذه الوظيفة، لأنه بيقول إيه هو حارس على فكر وعقل الدولة ككل. فنحن ينبغي أن نكرم المكتبيين ليس بالكلمات ولكن بالفعل، إحنا كمكتبيين وإحنا كأعضاء التدريس وإحنا كباحثين عاملين في هذه المهنة ينبغي أن ننظر إليها بشكل أساسي. إحنا تقريبا قربنا على الانتهاء، فإحنا ملتزمين بالوقت بتاعنا، ولكن كانت نقطة ضروري أن إحنا نكثف الحديث عنها. وبالتالي التواصل ما بين الموظفين، تكسير العلاقات، ممكن تلاقي موظف ووظف تاني بيعملوا في نفس الإدارة ولكن العمل يحصل له نوع من البلوكينج كده، اختناق زي ما عنق زجاجة، لا لشيء الموظف ده يا اما بيتصيد اخطاء الموظف الاخر يا اما بيعمله زي ما بيسموها كده هو بلوكينج لتدفق سير العمل، وده يؤثر. اذا ده عكس الفلسفه اللي بنتكلم عليها. اذا كل ما كان سير العمل متدفق، كل ما كان فيه روح من التعاون وروح الفريق، كل ما كان فيه السيلف ساتسفاكشن وفيه يوزر ساتسفاكشن، رضا عن الذات والمستفيدين فيه رضا عن مستوى الخدمه، كل ما ده مع يعني غير ملموس ولكنه ملاحظ وهنشوف يتم قياسه ازاي. وزي ما اتكلمنا على فكره اللويالتي او الانتماء لبيئه العمل، وان ابقى فرحان المكتبه بتاعتي حصلت على الاعتماد الاكاديمي لان انا مسهم بشكل ما في هذا الاعتماد الذي ينعكس على الاعتماد الاكاديمي للجامعه في فعال المكتبات الجامعيه. اذا هذا مهم للغايه ويرتبط بالتعميق الايمان باخلاقيات المهنه. فهذه في عجاله نماذج للادوات المعياريه الكميه التي نستطيع لايكوال لقياس رضا المستفيد عن المكتبه ككل او عن خدمات فعليه فيها، وده بيدي تقرير كمي يستطيع تحديد الجاب او الفجوه في الخدمات التي تقدم. روبريكس اتكلم عليها سنين وصفها وازاي برضو تمسك اداه قياس الابروتش الملاحظه، وكان على انا مش مجرد ادي الخدمه خاص، بلاحظ اشوف هل في رضا زميلي، اشوف ان هو فعلا هل سامحني وبنينا احنا زي ما بيسموا السمنة على عسل ولا مجرد عشان الاداره ما ترفدنيش انا وهو، لا انا محتاج ان انا فعلا يكون عندي، لان ده هينعكس على ارتقاء الاداء بتاعنا. بالاضافه طبعا للمصارحه الذاتيه اللي بيسموها تقرير الدراسه الذاتيه، يمكن كان في احدى الندوات الحمد لله تفضلت يعني فضلني لو ان انا اتكلمت عنها بما يتعلق بالدراسه الذاتيه التي ينبغي ان تكون بالفعل صادقه حتى استطيع ان انا كمكتبه اتطور للافضل. وزي بيسموها دره التاج او الدره اللي في العرق نفسها، هي فكره التقييم، سواء التقييم الداخلي فيما يتعلق ب السوات اناليسيس او التحليل الرباعي، وبالمناسبه اللي هو طبعا السترينث والاوبورتيونيتي والويكنس والثريت، ففرص التطوير ومناهل الفرص ومواطن الضعف وايضا المواطن القوه اللي موجوده ومصادر التهديد. يمكن مؤخرا فكره السوات ديت بداوا يغيروا تي وبقت سي، فبقت سوك بدل ما بيقولوا ثريت، خصوصا احنا في عالم يعج بالصراعات والتهديدات، فبقوا يسموها سوك اي بدل ثريت بقت تشالنجز اي التحديات.
وده على المستوى الداخلي في المكتبة والمؤسسة الخاصة بها. ثم التحليل العاملي اللي هو العوامل الخارجية اللي هو البيستل في البوليتيكال، العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية والبيئية. كل هذه التحليلات، تحليلات الكمية، تساعدنا في استبيان ما تم فيما يتعلق بتطبيق إطار العمل الخاص بتجربة تطبيق فلسفة السمك. وزي ما بقول كده، من يريد أن يغوص، لما نتكلم على السمك بقى بعمق أكثر في فلسفة السمك، زي ما بقول أفضل الله علينا أنا وزميله مصطفى بكتاب بحث معمق إلى حد كبير، وإذا نشر في Journal of Information Studies and Technology اللي بتصدر عن جمعية المكتبات المتخصصة من شهرين بالضبط، عن هذه الفلسفة وآليات التطبيق خطوة بخطوة. وطبعا يسعدنا إلى حد كبير نحن نتلقى أي تساؤلات أي اتصالات بعد ما طبعاً نخلص دلوقتي، وأيضا مفتوح من خلال الإيميلات الخاصة بنا. ومرة أخرى نشكركم، وأعتقد أستاذ سعيد نحن ما تجاوزناش قوي الوقت، يمكن ربع ساعة زيادة أو كده، معلش بقى احنا أصحاب بيت بنيجي عليك شوية. شكرا جزيلا للدكتور عبد الله، شكرا جزيلا للدكتور عبد الله، شكرا للأستاذ مصطفى. وبنأكد على السادة الحضور بإضافة تساؤلاتهم في صندوق الأسئلة والأجوبة UNDA، والآن نفتح باب المناقشة من خلال تساؤل للأستاذ علاء عبد الله. والسؤال بيقول: ما الفرق بين فلسفة السمك وفلسفة بيكلز؟ سؤال خطير. هو الفكرة هنا فلسفة السمك احنا شرحناها وقلنا ازاي بيبقى ليها تطبيقات معنا، وهي فنية الهدف فيها يسموها تشير اب، يعني ان انت بتحمس الفئة زي ما هنشوفها بيحذفوا السمك. الفلسفة البيكلز طبعا هي الى حد ما، مش انا يمكن افصل كم طبعا، لا مش عايز اقبل انها مستوى فلسفة، وانما هي طريقة ممارسة. يعني بتلاقي، ودي طبعا من الثقافة الامريكية، ان هم لما بيجي يقدم اي ساندويتش، فبعد ما بيقدم له ساندويتش يقول له ايه، وادي بيكلز وادي مثلا مخللات زيادة عليها، بحيث ان هو يديله كما لو كان ان انا رغم ان انت اخذت ده، لا ده انا كمان زاد، او يزود له، يقول له بس خد البيكلز ده، يزود له على كمية بتاعته. فاذا الفلسفة او الممارسة هنا الخاصة بالبيكلز هي فكرتها ان انت بتدي ما لا يتوقع كنوع من الكرم في تقديمه، وده بيمارس بشكل كبير جدا في المكتبات اللي هي بتدي خدمات. وبعدين كده تقول انت لو اشتركت مثلا كممبرشيب بيبقى ليك مثلا فري داونلود بشكل ما، يعني دي بيسموها التزايد في تقديم الخدمات، دي اللي هي البيكلز ابروتش او بيكلز فلسفيه. شكرا للتوضيح دكتور عبد الله. وسؤالنا الثاني للاستاذ ريان: هل يمكن تطبيق ممارسة واحدة أو اثنين لنقول أن الفلسفة مطبقة، أم واجب علينا تطبيق الممارسات الأربعة؟ تفضل مصطفى، ممكن أفضل؟ يعني إحنا في العرض كان في مؤسسات بالفعل طبقت ممارسة واحدة اللي هي بلاي، كانت شركة كبيرة، شركة اتصالات كبيرة في أمريكا، وحققت نتائج قوية جدا، حققت إنتاجية أكثر من 20%. طبعا انتاجيه اكتر من 20% في مجال زي مجال الاتصالات، ده حاجه ده نسبه كبيره جدا. فعادي ان احنا بنحلل الوضع عندنا، احنا محتاجين ايه، وبناء عليه احنا هنطبق ايه، اي مماثله من مماثلات الفلسفه. مش لازم المماثلات كلها، ومش لازم ثلاثه، لا ممكن واحده كفايه حسب احتياجنا يعني. شكرا استاذ مصطفى. السؤال التالي للاستاذه عائشه: مع كثره الميادين التي تتطلب تطبيق فلسفه السمك، هل يمكن تطبيقها في الميدان التعليمي في مدارسنا وجامعاتنا العربية؟ هبدأ هنا أسأل وممكن نتعاقب. أنا يمكن فإحنا بنعرض التطبيقات المختلفة، شفنا أن في مدرسة مدير المدرسة نفسه قال في الفيديو، ما معناه أنه هو بيقولك أن بدأت مع تفعيل زي فكرة اللي هي ألعب، زي فكرة Make Their Day، خصوصاً الاثنين دول في المدرسة بدأت العلاقات ما بين الطلبة وبعضهم بتتحسن، ما بقاش في بولينج، ما بقاش في تنمر كبير بينهم وبين بعض، لأنه بدأ إن هو بيحاسب على الكلمة اللي بيطلعها. فكل ما يقول له جود مورنينج، أو كل يقول له هاي اي ميس يو، كل ما يستخدم اللي بيسموها الماجيك وورد أو الكلمات السحرية دي في الثقافة عندهم، اللي احنا عندنا يعني من لم يشكر لله لم يشكر الناس، وإن هو دايما الواحد يبقى عنده امتنان للشخص اللي قدم، فده زود بالفعل ان البيئه بقت افضل في البيئه التعليميه. واتصور برضو البيئه ما بين المدرسين، بعض المدرسين مع الطلبه، مع تطبيق هذه الفلسفه ايضا ادت لجوانب ايجابيه. ففي زي بقول لك طيف كبير جدا من التطبيقات لهذه الفلسفه وفقا للممارسات بتاعتها، ولكنها تتلون هذه الممارسات ما
بطبيعة التخصص الذي قبله. اتفضل مصطفى لو تحب تضيف. لو فهمت السؤال ان ممارسة ممكن تتم تدريسها في الجامعات، فافتكر ان هي جزء من المقرر إدارة المكتبات كإشارة من المواسات الإدارية اللي ممكن تتم. صحيح. شكرا. الأستاذ التالي، السؤال التالي للأستاذة سارة البكري، بتقول هل توجد مكتبات رائدة طبقت فلسفة السمك في الوطن العربي كذلك، وكيف يمكن تطبيقها في ظروف عمل استثنائية كجائحة كوفيد 19 وخاصة مع عدم التواجد بمقر العمل بنفس ظروف وساعات العمل الاعتيادية؟ تفضل مصطفى. يمكن في الوطن العربي، يمكن بعد البحث العميق اللي عملناه عشان نطلع بالمقال او نخرج بالمقال، لقينا في الوطن العربي عندنا دبي، في دبي حديقه دبي، المستشفى الامريكي في الامارات، هم اللي طبقوا الفلسفه، لكن مكتبات عربيه ما لقيناش. يمكن جامعه وحيده، مكتبه جامعيه وحيده في افريقيا، هي المكتبه الجامعيه في جامعه نيجيريا، هي اللي طبقت الفلسفه، لان كان عندهم مشاكل ما بين الستاف فيه والحماس واطوال الستاف على الشغل وكده، فطبقت الفلسفه ونجحت في تحسين الاداء الوظيفي عندهم. لكن على المستوى العربي ما لقيناش حد مكتبات طبقتها ولا حتى بحث نبقى. اتفضل يا دكتور حضرتك عايز. انا يمكن صدرت السؤال ده لمصطفى لان هو عمل لترفيو ما شاء الله عليه في الجزئيه دي، وانا برضو عملت لترفيو على النطاق الاجنبي. يمكن النطاق العربي اشك في حدود التي، يا ريت لو حد يقدر يبعت لنا ويقول لنا. بس هي القضيه مش فكره يعني تطبيق مفاهيم، زي ما احنا شايفين لما احنا يعني حصل مجهود كبير جدا على ما يرتبط باطار العمل، فلا ينبغي ان يكون هناك فعلا اطار عمل لتطبيق، وليست مجرد والله احنا بنحب بعض في المكتبه وبناخد بالنا بعض واحنا بنشارك فريق، ده كويس، بس اقصد لازم يبقى اطار. بمعنى لو انا شلت، احنا عندنا خمسه مثلا عشان اذا كان ليا حق التعقيب يعني كده اهوت بعد اذن مصطفى وسعيد، ان انا لو جاء لي خمسه الموظفين الموجودين في الاداره والموظفين دول بداوا كويسين مع بعض وتيم ورك كويس جدا وطبقت فلسفه السمك ونجحت وممتازه جدا في المكتبه اللي انا بتكلم عليه، جيت شلت الخمسه دول وجبت خمسه تانيين وطبقت بنفس الحذافير ما نجحتش، يبقى في خلل عندي، ما مش فلسفه السمك ده، اي حاجه تانية، الحب والود والمحبه ده مش علم ولا ده اطار عمل. ده ينبغي ان هناك سياسه، هناك اجراءات، هناك مقاييس كميه على اساسها اي موظف يخش ضمن الترس بتاع تطبيق الفلسفه داخل المكتبه. اتشال واحد جه واحد تاني وبيتم نفس العمليه، المنتج النهائي زي ما احنا شايفين قياسه واضح. اذا بتغير الاطار، وده اللي بيحصل كتير جدا، وده زي ما قلت ضريبه احنا بنعمل في مؤسسه خدميه، ان انت ما بتديش مثلا كم فلوس، ما بتديش تصليح عربيه، لا انت بتدي خدمه، شوف اسمها خدمه. فالخدمه دي مره اخرى حتى هذه اللحظه معاكم ومن خلال السيرفيز اللي عملناها ومن خلال التواصلات ما لقيناش في العالم العربي، في قد يكون، يا ريت يا رب حد يبعت لنا انا ومصطفى او لينا جميعا في الاكاديميه يقول لنا لا انا في مكتبه كذا وبالفعل طبقت، زي كتير جدا، زي اللين، تطبيق التخلص من الهدر، زي تطبيق اللايف وال، كل الادوات دي فعلا لقينا مكتبات في الامارات وفي السعوديه وفي مصر وفي عمان كتير جدا بداوا فعلا يطبقوا ويطلعوا بنتائج كميه. حتى هذه اللحظه سواء بالنسبه لي او بالنسبه لصفا ما اعرفش، ما فيش مكتبه فعليا في العالم العربي طبقتها بتطبيق منهجي موضوعي قابل للتكرار بشكل شبه مستقل، مش هقول موحد ولكن شبه مينيمم من النجاح يعني. اتفضل. طيب هو الجزء الثاني سؤال الاستاذ ساره البكري اللي هو كيف يمكن تطبيقها في ظروف عمل استثنائيه كجائحه كوفيد 19؟ انا اتصور ده زي بيسموها كده هو عز التطبيق، انجاز التعبير، لان جائحه كورونا كنا كتبت في المبادره بتاعت نسيج المكتبات لن تغلق ابوابها، يعني تول نوت بي كلوز، بالعكس ده هتبقى كلوزر، يعني اقرب المكتب. انت دلوقتي وانت موجود في بيتك بتروح داخل عامل سيرش في قواعد المعلومات، بتتواصل مع مين المكتبه من خلال الفي ال اي او من خلال شات بوت في مكون من المكونات، او بتشوف الدايركتور اللي موجود في المكتبه. اذا فكره التواصل ما بين المستفيد وما بين المكتبه ما اعتقدش انها حالة دونها الحائط الايه الخرساني ده، لا بالعكس حصل تجاوز لها تاسيسا على التكنولوجيا. الموظفين بينهم وبين بعض، انا بتصور لما يبقى احنا زي هنفترض ان احنا كلنا كده موظفين في مكتبه واحده، انا وحضراتكم والكلام ده كله، متواصلين ولا مش متواصلين، قادرين نبني استراتيجيه ولا مش قادرين نبني استراتيجيه، قادرين استراتيجية. كل ما هو فيزيكال بنعود ولكن بحذر زي بيسموها، او بيبقى في ضوابط. اذا
انا بتصور ميزه وفرصه هائله ان احنا يتم تطبيق فلسفه السمك في ظل الضوابط والاحترازات الخاصه بكورونا، لان انت بتطبقها بانهي شكل؟ تواصل المسؤول في المكتبه مع موظفيه في حائل ما بينهم؟ بالعكس، ده اكبر اختبار. انا موجود في البيت وبعمل شغلي، المدير مش واقف فوق دماغي ويبص عليا انت بتشتغل ولا لا، انما في النهايه ايه؟ في منتج طلعته ولا ما طلعتوش؟ نقطه ثانيه، انا بتعامل مع المستفيدين، مش شايفني، مش شايف تعبيرات وشي، بس برد عليه، بقعد بدل 3 سنين قعدت 3 دقايق، قعدت 3 ساعات، قلت له بكره هبقى ارد عليه، ده برضو قياس. اذا بالعكس، انا بتصور هي بيئه صالحه للغايه وللتطبيق اللي احنا بنعيشه من التواصل الالكتروني. وانا مش عايز اقول working from home، ده يعني مصطلح متحفظ اسمها working off site، يعني انت بتشتغل في بيتك. بالعكس، ممكن واحد يقعد ومريح شويه، يوم يشرب ميه يرجع، اذا هو عايش. نتكلم بقى على ان انت بقى you are living your work، انت عايش فورها، مع طبعا احترام ان انت في وقت زمن معين، في مش عارف الصبح الساعه كام للساعه كام، انما انت في الوقت اللي انت موجود فيه، وهو وقت سيحاسبك عليه الله، وقبل ربنا هيحاسبك عليه ضميرك، ان انت في نهايه اليوم اشتغلت ولا ما اشتغلتش. خاصه مره اخرى في طبيعه الخدمه بتاعتنا، انت لما تبقى موظف انتجت كام قطعه مش عارف مكعبات ولا كام قطعه اطار عربيات، في حين ان انت بترد على استفسارات المستفيدين، ما جالكش المستفيد ما حدش هيقول لك انت لازم تجيبه من هدومه ولا حاجه زي كده. فارجو تكون واضحه واجابتي، معلش افضت فيها شويه عذرا، ان لا بالعكس، في البيئه دي هي بيئه صالحه لغايه تطبيق فلسفه السمك بضوابط، يعني الفيزيكال مش هيبقى موجود، ولكن هتبدا فيها التواصلات بالانماط المختلفه. تمام، اتفضل. معانا دلوقتي برضك تساؤل الدكتور احمد امين، الى حد ما هو مرتبط بالتساؤل السابق، بيقول كيف يمكن تطبيق الفلسفه في البيئه الرقميه؟ والشق الثاني من السؤال، هل يجب توجيه المستفيد لهذه الفلسفه او تدريبه عليها حتى يتقبلها؟ وهل الاربعه الطرق تتناسب مع المكتبات الاكاديميه؟ ده باقه اسئله، ده باكج. طبعا الجزء الاول او السؤال الاول اعتقد ان احنا جاوبنا عليه، وان البيئه الرقميه بالعكس بيئه صالحه للغايه تطبيق هذه الفلسفه مع وضع ضوابطها. يمكن هجاوب السؤال الثاني واسيب مصطفى للسؤال الثالث. هي فكره ان ببساطه شديده جدا، لما تيجي لفلسفه السمك وتيجي ان انت بتبدا تطبقها في مجموعات زي بيسموها ايه مختلفه وبيئات مختلفه، يجب ان تراعي فعلا خصوصيه هذه البيئه. فيعني الموضوع بقاش بالسهوله اللي هي ممكن اتوقعها، ولكن اتصور مهم جدا ان احنا بحط لها ضوابطها والاطار الخاص بيها. مش ذاكر السؤال الثالث يا مصطفى، اتفضل. افتكر كان دكتور احمد كان بيسال على هل المواسات الاربعه صالحه للتطبيق في المكتبات الاكاديميه؟ طبعا 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 طبعا، انا اتصور الممارسات الاربعه ما فيش حكر عليها، بس انت بتحدد اولوياتك. يعني انا بتصور، ما اعرفش بقى يعني خلافهم، في اختلافهم رحمه، اعتقد مصطفى ممكن يختلف معايا، انا بتصور ما تبداش باللعب. يعني ممارسه اللعب في البيئات بتاعتنا الموضوع هيريح مننا، يقول لك يا عم ايوه طب نتسابق مع بعض. يعني انا بتصور اكتر ممارستين يناسبوا انك تبدا بيهم فيها، اول حاجه اللي هي فكره التواجد، ان انت يعني الوجود بمعنى رقم، مش التواجد اللي هو العشق او الحب، يعني الوجود اللي تبقى دائما حاضر الذهن وحاضر للمستفيد، ده يفضل في الدول العربيه. بالاضافه لفكره تحديد اللي هي الاول، يعني الاول والاخر اكننا بناخد يعني الطرفين، اللي هي فكره ال تحديد او اختيار النمط السلوكي الخاص بيه او توجهك السلوكي، لان هو ده اللي هيخلي التواصل ما بين المستفيدين ما بين امناء المكتبات وبين امناء المكتبات وبينهم البعض. اتفضل مصطفى الثالث. دكتور كمان في اصلا المكتبات الامريكيه اللي طبقت الفلسفه معظمها مكتبات اكاديميه، وطبقت معظمها، وده بالعكس كمان في بعض المكتبات مكتبه من المكتبات الكبيره كمان كان عندها مشكله في الاستاف الفني، الفصول الفني الفيصل والتصميم، التحليل الموضوعي كان دايما بيشتغلوا في عزله برغم ان هم عليهم العبء الكبير من الشغل. انا ذاكر التجربه دي صحيح، ان انت مش فاكر يعني. بتاع كوستر اللي حضرتك فاكر. فطبقت الفلسفه على مستوى الاقسام المكتبه، وحصل اندماج ما بين رؤساء الاقسام. طبعا كان في تبادل افكار واجتماع اسبوعي وتبادل الافكار، وطبقوا الفلسفه، وحصل ريتيشن ما بين الاختيار، وبالتالي الجزئيه اللي كان فيها مشكله تم تجاوزها من خلال تطبيق الاربع مواسات للفلسفه
وكل بقيه المكتبات فعلا يعني مكتبات عامه قليله في امريكا اللي طبق فيها الفلسفه، لكن معظمها مكتبات اكاديميه. صحيح. ويمكن فكره التطبيق برضو زي ما بقول ان هو مش هقول كيفي، بس محتاج ان انت الناس تتشرب الفلسفه وتفهمها. يعني ده اللي احنا بنتكلم عليه. حتى لما تيجي يعني تسمع ان انا بقول لك روح الفريق وروح الفانيله الحمراء ومش عارف ايه الكلام ده كله، فاللي انا اقصده هي مش شعارات، انما انت لازم بتمارسها. وبتتمارس امتى او تقدر محك الاختبار امتى؟ ان انت لو حط في الموقف مستفيد انفعل عليك، انت امين مكتبه وقاعد وتطبيق الفلسفه والدكتور عبد الله ومصطفى وخلاص مشينا، جيت لقيت مستفيد ايه اللي انت يعني انا دكتور وجاي لك وعمال اقول لك، وانت تقول لي طب انتظر شويه، رغم ان انت بتقول انتظر لان انت بتعمل بحث، امين المكتب بيعمل بحث، فبيقول انتظر اعمل بحث كده. يعني ايه انتظر؟ قد يكون انفعالي، المستفيد انفعالي. هنا نقطه الاختبار بتاعتك، هتستوعب ده ازاي؟ نبقى بقى للممارسه الايه الرابعه، اختار موقفك السلوكي. ممكن احد موقفين انا هلعب الدورين، هلبس تو هات، امين المكتبه هروح قال ايه يا دكتور وانا يعني بلعب يا دكتور، سيبنا بقى من اللعب كممارسه، وانا بلعب يا دكتور انا بعمل بحث على فكره للدكتور فلان فلان او للعميد فلان الفلاني عميد الكليه عشان ابعت له الجزئيه دي. طبعا انا هسكت يا دكتور بقى لا بالعميد، يعني عارفين احنا الطريقه الفوقيه اللي بنبدا نمارسها مع بعض، ودي مش صحيه. انما هتقول له لا انا ما بلعبش، اهو شوف انا بشتغل، صح ادي سلوك نمط سلوك، وهيسكت. في سلوك تاني يقول له اه حتى بس انا بعمل بحث دي بس دقيقتين، انا بس بعمل بحث كده واخد مني وقت شويه، بس ان شاء الله مش اقل من دقيقتين او خمس دقائق او كده. بالعكس انا ممكن اكتب بس السؤال اللي حضرتك عايزه او قاعده المعرفه عايز تبحث فيها، واخد بس موبايلك هبعت لك على الواتساب تكون بس بتبحث في حياتك. بص الكلام اللي انا عمال اقوله برده موقف سلوكي. في الحالتين انا ما اديتلوش الخدمه بالمناسبه، عشان بس ايه يبقى واضح، انا بشتغل في الخدمه اللي موجوده عندي، بس في طريقه بيسموها كونفرونتنج او تصادميه، وفي طريقه استيعابيه استوعبته وببدا اكلم فيه. ده بس كان كتجربه عمليه اللي كان مصطفى بيتكلم فيها، فكره ان ازاي اقدر امس ترتيب على فكره الممارسات. سمحت لي يا مصطفى مفتوح يعني، بس على طرح استاذ احمد امين الاربع ممارسات عندي امكانيه ان اطبقهم واحده بس منهم واشوف اختارها، بس اطبقها صح مش اختارها ادي الاسهل او دي. لا لازم في ضوابط في الاختيار، ومصطفى حضرتك اتكلم عنها، او اطبق اثنين منهم او ثلاثه منهم او اطبق الاربعه او ارتبهم في التطبيق حسب ما انا عايز. يعني زي ما انا بقول القناعات الشخصيه، ما اعرفش مصطفى متفق معايا ولا لا، ان ببساطه شديده جدا اني اقدر ببساطه شديده جدا اختار اول واحده واخر واحده، وهم دول اللي يبقوا الاساس اللي ابني عليهم بقيه الممارسه. تمام؟ طيب شكرا دكتور، شكرا استاذ مصطفى. في سؤال معانا الاستاذ وجدي طهموش، هل يمكن الاستفاده من وسائل التواصل الاجتماعي في تطبيق فلسفه السمك؟ معلش يا دكتور، اذا كان ينفع تبدأ في المجالات الرقميه بالتاكيد ينفع في وسائل التواصل الاجتماعي بنفس نفس المنهجيه بنفس الطريقه نفس الاتجاه من الاستفاده. بالظبط. والاكثر من كده طبعا شكرا سيادة العقبة وزير، نشكر المهندس وجدي طحموش يعني في مداخلته، ان بالعكس انا بتصور مع استخدام السوشيال ميديا ده بييسر اكتر التواصل الحميم. لما بتبعت لشخص على الواتساب، لما يبقى عندك سيستم او مثلا في الاي او الشات بوت وتبعت له النواتج البحث بتاعه او اجابتك عنه في الجزئيه دي، بالعكس ده بيعضد وبيدعم فلسفه السمك في كل مكوناتها. فان انت في الحاله دي بقيت انت موجود معاه في نفس اللحظه على موبايله، فدي بالعكس انا اشكرك على الموضوع مهندس واجد، لان دي بتصور بتعمق وبتيسر تضيف فلسفه السمك اعتمادا على السوشيال نتوركس، لانها الشبكات التواصل الاجتماعي يسرت الموضوع ده بدرجه كبيره جدا. طبعا مع اوضاعها في سياقها، يعني لما اجي اطبق ابقى عارف ان دي من ضمن المكونات او المدخلات اللي انا هستخدمها في تطبيق الفلسفه وفي التدريب عليها ايضا. طب مشكور مره ثانيه. شكرا. في معانا رجعنا مره اخرى الباكج، وده مقدم من الاستاذه الدكتوره امل وجيه. السؤال الاول فيه بيقول كمدير كيف يمكن التغلب على طبيعة بعض العاملين بالمكتبة ممن لديهم سلبية معدية ومن ثم يفتقر لمتطلبات تطبيق الإطار العام لفلسفة السمك؟ الجزء الثاني، هل من حق الزملاء بالمكتبة تقييم بعضهم البعض على سبيل النصح تطبيقا لمبدأ سميل زروزيس؟ الشطر الثالث من السؤال، هل يمكن ربط تطبيق فلسفة السمك بمعايير تقييم الأداء الوظيفي؟ بس كده؟ بس كده. فانا اول سؤال طبعا، احنا بشر يعني، عشان بس ناخد من اخر جزئيه السؤال، فبالتالي
حتى لو حوطت الضوابط لو البشر ما عندهمش هذه القناعه من الداخل هيبقى في معاناه ويسموها كده هيبقى هدك ودايلاما داخل المكتبه. فاذا حسنت النوايا كل حاجه هتمشي. عشان بس ناخدها من الاول لان ممكن تحط ضوابط ومش عارف وفلسفه السمك وتعهدنا ونحلف على المصحف ومش عارف ونعمل كل الكلام ده وبعدين تيجي لما تيجي تطبق في اول لحظه تصادميه هتلاقي كل واحد ينسى كل حاجه وبدل ما كان بيقول كلمات حلوه ممكن يعني يذكر العائله بما لا يكون يعني جيدا يعني. ففي الحاله دي اللي انا بقول المدير في الحاله دي ينبغي ان يكون اولا هو قدوه بمعنى ان هو ما يجيش هو وعنده ضغوط ما وبالتالي ينعكس ده على موظفينه وبالتالي ما يكونش فير ما يكونش فيه لان هما هياخدوه كقدوه ليدر قائد. ده واحد. اثنين ودي نقطه مهمه جدا ان يتحط ما اقرب الى ما نقدر نقول كده هو يعني كود اوف ايثكس او ميثاق اخلاقي بمعنى ان احنا في تطبيق فلسفه السمك هي لكل بيئه العمل ولكل فريق العمل فما فيش حاجه اسمها انا المدير هطبقها عليكم وكذا لا احنا بنطبقها ككل. عشان كده مهمه جدا تطبيق فلسفه السمك احنا فريق طبعا كل واحد محتفظ بالبوزيشن بتاعه بس اقصد احنا فريق بمعنى لو المستفيد طلع مش راضي كلنا فشلنا لو المستفيد طلع راضي اللي بتعمل تسجيل البيبليوغرافية نجحت شوفوا اللي هي مش في الفرونت لاين او الفرونت ديسك. ففي الحاله دي الاشاعه ان المسؤوليه تشاركيه مش اللي هي الحسنه تخص السيئه لا مسؤوليه تشاركيه كلنا هنفرح لما مكتبتنا هتحصل على اكريديتيشن في المكتبات الاكاديميه ولما هتاخذ جرانت كويس في المكتبات العامه لما تاخذ على جائزه كويسه في هذا الشكل. اذا الرد على الدكتور احمد في هذه الجزئيه كل ما كان المدير قادر على انه يشيع هذه الثقافه ما بين الموظفين وبعضهم البعض ما بينهم في كجهه مع المستفيدين كل ما ده تيسر له في التطبيق. اي حاجه ثانيه وزي ما البشر يبقى قابله للاخطاء قابله لتغير النفوذ بس يبقى عندنا مرجعيتنا والمرجعيتنا للممارسات اللي احنا بنتكلم عليها. ده واحد. نفس الفكره بنتكلم على الموظفين ان هم زملاء يقيموا بعض. احنا حتى بنسميها مصطلح له حساسيه شويه يعني بيقيموا بعض. يعني بيقيموا بعض هنا لا هي الفكره عارف انت بنتناصح يعني بمعنى لما تيجي لان خلي بالك دي انت هتقيمني طب خلي بالك انا هقيمك او انت بصراحه يعني عديل احنا اصحاب وانا برضه عديل لا مش هتنفع كده ده مش شغل ده محبه احنا طالعين الصحبه مع بعض. في العمل يحق زي بيسموها احنا في البحث العلمي يسموها بير ريفيو تقييم نظراء البحث العلمي او الزملاء ان انت بتبقى هدفك التطوير للمنتج خدمه معينه فبتاعت الخدمه المرجعيه مسؤوله الخدمه المرجعيه بتروح قايله لمسؤوله حجز الخلوات يبقى خلي بالك على فكره في واحد جالي وقال لي ان الخلوات ما كانتش كويسه وبتاع فلما جه حجز ما حد انت ما قلتيش مثلا للعامله انها تنظفها كويس فانت تخلي بالك عشان يبقى بعد كده ما يكتبش مثلا ملاحظات سيئه عن المكتبه ككل فبنتناصح وليس يعني. اما اذا كنا هنحطها في اطار كل موظف يقول زميله ده ينفع زي في بعض الاحيان لما تقول تتصور مين اللي يحظى برشح فلان ده برغم انها ثقافه جيده بس انت في الحاله دي ما بتوصلش لعمق العلاقه ما بين الموظفين بعضهم البعض انت بتوصل لمرحله بيسموها شالو او مرحله سطحيه جدا فكره ان انت بيسموها ايه بتتواصل معاهم بقشور العلاقه اما العمق ان انت فعلا بتحس ان كل واحد مش بقيم زميلي عشان هيعاقب او هيكافئ لا انا قلنا ان احنا عايزين نطور الخدمه بتاعتنا. اخر جزئيه الفكره الخاصه ب معلش يا سعيد صدقني ربط ايه؟ هل يمكن ربط تطبيق فلسفه السمك بمعايير تقييم الاداء الوظيفي؟ اكيد احنا قلنا في الاخر يعني انت معايير تقييم الاداء الوظيفي عندك روبريكس عندك في الخمسه ستارز عندك لما بتيجي الموظفين ده كم الليترز اللي جايه من المستفيدين عبارات الثناء كل الكلام دوت هو ده اللي بيصب في النهايه في معايير تقييم لما طبقت فلسفه السمك وهو التزم بالمبادئ بتاعتها. فاكيد طبعا ودي بقى هنا بقى يبان حرفيه المكتبه والقائمين عليها. كل ما بتيجي بادوات للقياس سهله وفي نفس الوقت موضوعيه ومعبره كل ما كان ده بشكل اساسي مرتبط بتطوير الاداء داخل المكتبه. تمام يا دكتور. هو حضرتك هو بس احتمال يبقى في نقطه يتم اسرتها بخصوص الجزء اللي احنا قلنا العلاقه ما بين الزملاء في المكتبه. هل يعد تطبيق فلسفه السمك على احدى ادارات المكتبه او قسم بعينه دون البقيه اختيارا جيدا ام انه قد يضر في العلاقه بين الاقسام؟ بالعكس ده يدعو لهم يقولوا يا رب ينجحوا لان فكره ان انت بتطبقها في اداره ده مش عشان دي احسن اداره ولا دي اوحش اداره. اختيارك للاداره زي ما الاداره زي ما مصطفى كان بيتكلم ان في ضوابط للاختيار. الاداره دي الناس اللي فيها
فيها تنوع ولا لا. الانماط الشخصيه على فكره دي مش معنى انماط شخصيه فيها شخص مثلا هيبقى سايكوباتي وشخص بارانويد، لا يعني انماط شخصيه بمعنى زي ما بقول في شخص انفعالي، في شخص ممكن قادر يصب. فانت بتبدا تشوف هل الاداره فيها تنوع بيساعدك في تطبيق الفلسفه دي ولا لا. ثالث حاجه ان الاداره نفسها هتعتبر بيسموها بروتوتايب او نموذج، في حاله نجاح ان شاء الله يتم تعميم التجربه على الادارات الاخرى. فاذا ده خلي بالك ده هياخد من وقت الاداره، يعني لما تيجي تطبق هذه الجزئيه بتخلي بالك ان انت ده الناس اللي هتشارك في البرنامج ده هيبقى لهم اطار زمني، زي ما تيجي الاجل، زي ما تيجي تطبق اللين، زي ما تطبق اي فلسفات او ممارسات اخرى. فانت في حاجه ضروريه جدا تحط اطار زمني وتوزيع الوقت ده والفتره الزمنيه، وبتسجل فيديو كمان للحاجات دي، لان انت في النهايه بتوثق الكلام ده عشان هو ده اللي هيبقى تجربه يعاد تكرارها في هذا الشهر. اذا ردا على السؤال ده، فيما يتعلق بالاداره اختيار الاداره له ضوابطه، والضوابط دي تتنوع بتنوع التخصص وتتنوع بطبيعه المكتبه وايضا العاملين في هذه الاداره نفسها. وطبعا الاطار الزمني، يعني انت ما تقدرش تطبق مثلا مكتبه فيها 10 ادارات او 15 اداره ومكتبه مثلا فيها 3 4 ادارات. فاذا لما تقول انا هطبق في كله او هطبق في اداره معينه برضو بيحكموا جانب التكلفه وجانب. ونقطه مهمه جدا كان اشار ليها مصطفى، بنرحب بيه بعودته تكنولوجيا، ان ببساطه شديده جدا من الممكن انك تلاقي ان في اداره جات وهي بتطبق لقيت انا مش هقدر اطبق، فتجيب جهه خارجيه او سورسنج بنظام التعهيد تطبق لها هذا الجزء. لما بعض الناس تقول لك انا عايز اجي اطبق في تسجيلات البيبليوغرافيه اعمل لها داونلود من اي سي، او ان انا مثلا اجي اعمل، يعني اللي انا اقصده ان بيبقى عندك بدائل مختلفه انت اللي تدرس على اساسها هذا الجزئيه. تمام. في معانا الاستاذ ايمن بيتساءل، هو طبعا السؤال اتسال قبل كده، ما مدى امكانيه تطبيقها في عالمنا العربي؟ ومن جهه اخرى هل يمكن تطبيق فلسفه السمك ضمن الفريق بالفعل؟ ولكن بيقول وكيف يمكن جعل اعضاء الفريق ينخرطون في ذلك؟ اتفضل مصطفى، يمكن رد بس كده على جه سؤال على الواتساب. هو في ممارسات للممارسات للفلسفه وفي تدريب وفي اطار عمل مقترح. ممكن في الطبيعي الاول الممارسه بيتم تنفيذها في ضوء في اي عمل، مش بشكل فردي. صحيح وكل حد بيكون عنده مهارة مختلفة، وبناء على المهارات المختلفة دي بيتم تقسيم في العمل في الممارسات الأربعة الخاصة بالفلسفة وبتكوين في العمل. بالنسبة للتدريب، التطبيق العملي ده محتاج طبعا تدريب ومحتاج تحديد الأجزاء كل مرحلة هنعمل فيها ايه بالظبط، بحيث ان ما يكونش فيه مفاجآت ساعة التطبيق او ما تسيبش حاجة كده ممكن حاجه تظهر بشكل مفاجئ من تاخد مننا الوقت والمجهود ان احنا نحلها، في حين ان احنا ممكن نستثمر الوقت ده في التطبيق بحاجه بشيء يكون مفيد بينعكس على التأسيات الملموسه اللي الدكتور عبد الله اشاري او كان فيها بشكل ممتع. بصراحه شكرا يا دكتور. حبيبي انا ما عنديش تعقيب طبعا على طيب تمام. هو التزاما بالوقت المحدد للندوه ان شاء الله هنستعرض تساؤل اخير، ونعتذر طبعا لاصحاب الاستفسارات التي لم يتم التعاطي معها. بنرحب بيها، اتبعت على الايميلات يسعدنا يعني. تمام. وبس نحب ننوه ان بخصوص شهادات المشاركه سوف تتم ارسالها للحضور عبر الايميل اللي تم التسجيل بيه. كمان هيتم اتاحه المحتوى قريبا من تسجيل مرئي وماده علميه عبر حسابات اكاديميه نسيج على يوتيوب وسلايد شير. وتساؤلنا الاخير للاستاذه هناء احمد، بيقول ما هي الأدوات والوسائل المطلوبة لتطبيق هذا الإطار في المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات، وما هي الضوابط والأساليب المطلوبة للتطبيق ومقاييس التحسن داخل أي مؤسسة تعليمية؟ طب اتفضل، أنت تربية مصطفى ما شاء الله فأنت تكلم عليها. بس أنا يمكن أولا طبعا المقال زي ما بقول فيه تفصيلات إجابة على كل بالظبط ثلاث أجزاء اللي في السؤال دوت. المقال فيها جزئيه ضوابط التطبيق، فيها جزئيه خطوه بخطوه ازاي يتم، يعني كما لا يكون مانيوال في هذه الجزئيه، بالاضافه لادوات التقييم زي ما قلت سواء في المكتبه او في تخصصات مختلفه. بالمناسبه احنا اللي عملناه هنا هو في الاطار العمل ان احنا ربطناه بتخصص المكتبات، انما هو الفلسفه نفسها زي ما شفنا في عند الاطباء في المدارس حتى في محطات التنزين فتفضل يا مصطفى انا بس هجيب الادوات وانت بتتكلم. اتفضل. شكرا يا دكتور، انا فعلا كنت كان الاجابه كنت اقول لا الاستاذه
المقال في تفصيل الإجابة بالضبط اللي حضرتك محتاجها بشكل نقط، يعني محتاجة ايه النقط اللي تعمليها 1 2 3 بشكل تفصيلي. حضرتك ممكن تعملي زي ريفليكشن على التخصص اللي حضرتك محتاجاه، مدرسة او جامعة مكتبة whatever. هو نستأذنك يا استاذ مصطفى، بس لو تبقى تحط لهم الرابط في الشات بحيث اللي محتاج المقال أوكي. او هيتم برضك ارساله مع ايميل المتابعه ان شاء الله. انا افضل ده بالظبط ده مع الايميل فين. تمام. في الختام لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر الجزيل لكل من الاستاذ الدكتور عبد الله حسين متولي والاستاذ مصطفى محمد تهامي على هذا العرض الشيق الثري، كما نتقدم بالشكر والتقدير للسادة الحضور على حسن المتابعة والتفاعل، وندعوكم إلى حضور فعالية أكاديمية نسيج القادمة إن شاء الله يوم الأربعاء القادم 26 مايو تحت عنوان مجتمعات التعلم المهنية مفهومها وأهدافها وتأثرها بالتحول الرقمي، ونترككم في رعاية الله. والكلمة الأخيرة للدكتور عبد الله وأستاذ مصطفى. أنا كل اللي هقدر أقول إن أنا أشكرك يا أستاذ سعيد جيدا، تنسيق يعني متميز، وانا دائما يعني اقل مما تستحق فيما طلب بالشكر على جهدك في الاكاديميه. وطبعا بشكر العزيز مصطفى، يعني تلاقينا حول فلسفه السماء وتلاقينا من قبلها في انشطه بحثيه كثيره، فانا فعلا بيسعدني ان انا يعني اجتمعت معك اليوم، ونرجو ان يعني ينفع الله بالعلم الذي نقدمه، وان شاء الله يكون العمل الصالح بالاضافه لاولادنا الذي نتركهم بعدنا باذن الله. تفضل مصطفى. شكرا استاذ سعيد على التنظيم، ما شاء الله اسبوعين من التواصل المستمر، ما شاء الله ربنا يكون في عونك ويبارك في مجهودك. شكرا استاذنا الدكتور عبد الله على المشاركه في البحث، يعني حقيقه شرف مهني ان الواحد يشارك استاذ في وزن الدكتور عبد الله متولي. حقيقي دايما كل اللقاء بيكون فيه ما شاء الله نقل خبرات بشكل سلس، وما شاء الله خبرات متوافقه مع حضرتك، خبره أكاديمية كبيرة في التخصص هنا وفي مصر وفي من أمريكا كمان، فما شاء الله ربنا ينفع بحضرتك، وربنا ينفع بينا ويجعل المقال علم ينتفع به، ويعني شكرا جدا مرة ثانية. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا، ونترككم في رعاية الله.